قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وسبحان الله وسبحان الله وما أنا من المشركين. والله الذي رفع السماء من العشاء أمس، والله صاح إلى الصبح ذي المقاطع دي عشان ما زيد كلام ولا أنقص وراجع وأسويها من العشاء، لما قال الله أكبر الصبح كذي طق. أنت ما تظن أنت تتقي الله سبحانه وتعالى في نفسك؟ ده كعب ودار يشق الجماعة ودار يفرق الصف، وده زول سيء وده بموت سو خاتمة، وده واللي بيتكلم في الصحابة تعتذروا له وتقولوا 40 سنة في الدعوة، يا تدعوة الدعوة جابها منو؟ جابها الصحابة ذاته. وأكثر مشايخ أنصار السنة الظاهرين أخطأ هو محمد مصطفى عبد القادر، وأذله الله لأنه عادى أولياء الله. أنت ظاهرا وباطنا مخالف للسنة، ظاهرا وباطنا لين في اللحية طق 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 جازفة بالجماد، ما شفته يسبغها بشنو سواد. ودي رسالة للناس اللي بيمشوا يحضروا له استقاموا جديد مساكين، سمعونا الكلام ده اللي يستفيدوا منه لو دايرين الخير. يا خلو لا نحن ما دار نبقى معاكم، تمام لا معانا لا معاهم، شو دربك براد ده جزاؤهم، بس نحن نجازيهم ونقول لهم يا صحابة جزاكم الله خير ما قصرتوا، لكن النصيحة كنتوا بتتكاتلوا في السلطة، ده جزاؤهم ده جزاؤهم. يا محمد مصطفى عبد القادر عليك من الله ما تستحق يا جاهل. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الكريم وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم البعث والجمع والدين، وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مواصلة في سلسلة المحاضرات في بيان انحراف جماعة أنصار السنة المحمدية، وذلك بالأدلة والوثائق من باب إحقاق الحق وإبطال الباطل والتحذير من أهل الأهواء، وأن هذه الجماعة تتسمى بالسنة وقد انحرفت عن طريق سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وعما كان عليه الصحابة والتابعون لهم بإحسان. وهذه هي المحاضرة الثانية من سلسلة هذه المحاضرات، وهي تتناول إن شاء الله تعالى رأساً من رؤوس هذه الجماعة، وهذا الرأس يندرج تحته أتباع وله مؤيدون من هذه الجماعة، وله انحرافات، والجماعة تنقد إما برؤوسها أو بمراجعها التي تستند عليها. وقد أتى ببدعة من أعظم البدع وخالف إجماع أهل السنة والجماعة، وهذه الجماعة لا توافقه في هذه البدعة بالعموم لا توافقه، وإن كان كثير منها معه ويؤيدونه، بعضهم يؤيده وقد زلت قدمه في هذه المسألة التي ابتدعها، وبعضهم يؤيده وهو يعلم خطأه لكن لأغراض في نفسه كما صرح بعضهم، وكما سيأتي بيان ذلك إن شاء الله تعالى. وهو محمد مصطفى عبد القادر إمام وعميد مجمع الضلال والإضلال والفساد والإفساد في سب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونحن نلوم الجماعة
على أنها لم تتخذ الموقف الصحيح مع هذا الرجل، وما زالوا يتمادون في هذا الأمر، في عدم اتخاذهم الموقف الصحيح من هذا الرجل. وإن شاء الله تعالى الكلام يدور حول ستة محاور. المحور الأول: كذب محمد مصطفى عبد القادر. الرجل ده كذاب، يكذب ويصدق الكذب وينسى أو يتناسى، وهذه تكفي في أنه لا يجلس له ولا يستمع له، بل ويحذر ويحذر منه. والكذب آية من آيات المنافقين العملية، هي من أعمال أهل النفاق، كما جاء في البخاري: آية المنافق ثلاث آيات، إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان. وفي رواية أربع، وذكر الرابعة: وإذا خاصم فجر. وأيضا من صفات أهل النفاق: إذا عاهد غدر. والنبي صلى الله عليه وسلم قال كما في البخاري ومسلم من رواية عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، وإن الرجل ليصدق، وفي رواية: ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا، وإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، وإن الرجل ليكذب، وفي رواية: ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. وهذا الرجل يكذب ويصدق الكذب الذي يؤتى إليه به، وأحيانا ينسى أو يتناسى، ويتبين ذلك إن شاء الله تعالى بالوثائق المسجلة. واحد من الأدلة على كذب الرجل: زول كذاب، ثاني تأخذ منه علم شنو؟ كذاب ماسغة. لو أن إنسانا صدق مع الله سبحانه وتعالى وصدق مع خلقه لآل إلى الخير، لقاده هذا الصدق إلى الخير. قال تعالى: ويقول الذين آمنوا لولا نزلت سورة، فإذا أنزلت سورة محكمة وذكر فيها القتال رأيت الذين في قلوبهم مرض ينظرون إليك نظر المغشي عليه من الموت فأولى لهم طاعة وقول معروف، فإذا عزم الأمر فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم. وقال الله تعالى عن عيسى عليه السلام: إن تعذبهم فإنهم عبادك، هكذا قال عيسى عليه السلام، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. قال الله: هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم. خليك صادق أصلا ما بسبب للكذب، تكذب له شنو؟ وحتى الثلاثة أشياء اللي بيجوز فيها الكذب، بعضهم قال التعريض، وحتى الذين قالوا بجواز الكذب كما في رياض الصالحين، وذكروا حديث أم كلثوم رضي الله عنها، ده في ثلاثة مواضع. والكذب اللي بيكذب محمد مصطفى ما في الثلاثة مواضع، وسيتبين لك إن شاء الله تعالى. وبعضه كذب أصلع، ثلاثة مواضع: كذب الرجل على امرأته، وكذب المرأة على الرجل على زوجها، والخدعة حرب، وإصلاح شنو؟ ذات البين. طيب، واحد من الأدلة في حلقة 17، طبعا الحلقة دي كان فيها نشر للتوحيد والسنة وتبصير للمجتمع، هذا المجتمع الذي يحب الخير.
بعامته في العموم بلد يحبون قال الله وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا فئام من الناس. فقام هؤلاء الإخوة بتبليغ دعوة الله سبحانه وتعالى في ذلك الموضع، وكان هو قبل ذلك يأتيهم في هذا الموضع، ومن بدري حلقة دي شغالة شباب وإلى آخره، وكانوا الناس شبكة واحد، ناس أحمد عباس ومحمد مصطفى وإخواننا ديل. المهم في النهاية بعد ذاك محمد مصطفى لما أتى بهذه البدعة واضطرب الناس في أولها بعض الناس، ثم تبين لهم الحق فردوا عليه وتركوه. أحمد عباس ومعه مجموعة، وأحمد عباس تعيينا قال اعمل حلقة موازية للحلقة دي، هو ذاته قال كذي، يعني في بحري في كافوري، أنا عندي مسجد هناك، وكان في محاضرة أنا مع بعض الإخوة أخواننا ديل، بعدين إخواننا ديل بعد ذاك جاني واتكلم معاي شوية، بعد ذاك قال لي أنا بجيب ساونات والشباب ديل بعد دبر دون تلاخ ما تعمل الفتنة وكلام إلى آخره، فأصر جاب الحلقة في النهاية، جاب ساونات وكذي. جاء محمد مصطفى قال أول شيء نحن عملنا حلقة باسم جماعة أنصار السنة المحمدية، ويعني الحلقة الثانية، الحلقة الثانية قال والحلقة دي مصدقة من لجان الشعبية وإلى آخره، قال بخلاف الحلقة شنو الأولى. قال العصبجي مزمل كذاب قال كذاب، قال بيقول نحن لا نخرج على الحكام والمنهج. محمد الصفا قال له انت سروري يا مزمل، انت سروري ذاتك واحد، والكذب هنا في الكلام ده. قال جوناس ابو طيره، ناس ابي طيره، انا بتكلم بالداري بعد ذاك، وذاته كان بيتكلم بالداري. قال جوناس ابو طيره قال الامن، ثاني قال ناس ابو طيره محمد مصطفى، يلا شوف الكذب هنا بيتضح لك واضح كيف. قالوا له وقف الحلقه يا مزمل، قال ما بوقف انا لاي صعلوك الا يجيني خطاب من البشير. قال مزمل قال كذا، قال ما بوقف انا لاي صعلوك الا يجيني خطاب من البشير. لكن والله انا احلف لك صادق، الاسبوع الماضي عشان تعرف انه حق بني كذاب، نحن لا نخرج على الحكم ونحن نرد على السورية، كذاب انت سروري ذاتك، لانه عندنا نحن كجماعه انصار سنه تنظيم حلقه مصدقه من الحكومه، صدقت الجهات الامنيه، مشينا وصدقوها، ومعانا ولدنا احمد عباس ده التلميذ صدقوها من جهاز الامن، وبعدين من اللجنه الشعبيه والمحلات جهات رسميه، وصدقت لنا الحكومه حلقه في الثوره في 17، هم جو عاملين لهم حلقه ينبذوا فينا جنبنا، ما مصدقها جو ناس الامن، ناس الامن طبعا ده الناس بيمثلوا الحكومه ولا بيمثلوا الحاكم، نحن عندنا الشرطي بيمثل الحاكم ولا بيمثله، بيمثل الدوله. اظن راوا ناس الحكومه يوقفوا الحلقه دي الاسبوع الماضي يوم الجمعه الماضي، جو قالوا له وقف العصبجي، ناس ابو طيره كمان ابو طيره بيلعب قالوا له وقف يا عصبجي ما دارين كلام. تخيل عصبجي قال لهم شنو؟ قال لهم ما بوقف انا لاي سالوك الا يجيني خطاب من البشير. انت ده مفهوم يا عصبجي؟ قال محمد مصطفى قال ركبوا لك بسطونه وجدعوا لك في البوكسي زيي وزي خروف الضحيه. طبعا ناس بطير بوصوم ركبوا لك بسطونه وجدعوا لك في البوكسي زيي وزي خروف الضحيه الاسبوع الماضي، يستحق العصبجي. ومزمل لا ادوا بسطونه لا جدعوا شنو؟ البوكسي.
اخواننا خدتوا لها عن قريب او في عن قريب مصورة كلها مسجلة، هذين بيشوفها ان شاء الله في نفس الحلقة ذاته. وقال يا جماعة منهجنا بأمورنا ما نبقى زي ناس عبد الحيوسف والسرورية وكذا، قال الناس زي ما جات لي الله ترجع إلى الله سبحانه وتعالى. وقال عمنا جليبيب ده صاحب محل الحلقة ذاته، ده صاحب محل الحلقة ذاته، قال فوضني ولا كيف يا عم جليبيب؟ قال لي بعد ذاك شنو قال للناس؟ الناس ترجع محلها. هسه امبارح المحاضرة بتاعت القاعة دي ب 25 مليون اخواننا اجروا القاعة، الحكومة قالت لا وقفنا لا الآن ما سلمنا، قولوا انت 25 مليون ده كله يا جماعة طاعة لله. طب انا قال اطيعوا الله واطيعوا الرسول وأولي الأمر منه، فالناس هسه تنصرف كلها تمشي خلاص. الجمعة الجاية بنجي بدري زي الليلة، الليلة جينا قبل صلاة العصر، الجمعة الجاية نجي بدري. أنا عم جليبيب فوضني في الحلقة دي ولا كيف؟ الناس تمشي دي الجمعة الجاية إن شاء الله، بس تجوا بدري. جزاكم الله خير بارك الله فيكم، وما تعملوا أي جمهرة برا يا جماعة، شوفوا بيوتكم واحتسبوا الأجر. راسه زول جه هنا جا لي الله، أرجع لي الله برضه. جزاكم الله خير. قال جدعوه زي خروف الضحية، شوف الكذب ده، شوف قال لسه شنو؟ قال تراه البسطونة دي، قال أنا قال تراه البسطونة دي الناس شافتها. دقيقة أنا جبتها بنص الفاظ. قال وجدعة دي زي خروف الضحية تراه شفناه، الثانية دي اللي قال فيها شفناه، وذاك قال الناس شافتها. قال لو وروني الدكان بسطونة تاني بكون مبسوط جدا تاني. قلت أنا لا ما عارف يا ربي لما ودوناك ركبوك تاني كم بسطونة ولا خلوا؟ قال لو لاقي طريقة يكلمني المسؤول كنت بكون مبسوط خالص. ما البسطونة دي ترى شافت الناس شافوها، وجدعته زي خروف الضحية دي ترى شفناها، لكن هناك عملوا شنو الله أعلم، كان صوراه جابوها لنا بكون مبسوط خالص. شوف الزول على يلا كذب عديل واضح، كذب وتلبيس وتصديق للكذب، كذب وتلبيس وتصديق للكذب. طيب ده شنو؟ ده الموقف الأول. واحد اثنين، قال خلاف مزمل والإصلاح. الأول ده عرفته واضحة جدا، الحلقة مزمل مدوا بسطونة ولا جدعوه في بوكس. اثنين مزمل عمل كلمة ذات في موضع الحلقة وبعد ذاك الناس شنو؟ اتفرتقت مشت. وقال تراه جدعة دي البسطونة الناس شافتها، وجدعة زي خروف الضحية دي تراه شفناه. ويتكلموا قال لو وروني الدو كان بسطونة تاني بعدين قدام بكون مبسوط جدا. قال الجماعة يضحكوا جماعة دين، طبعا دين ما بهمهم ناس، في بعض الناس حافظين حقد غريب جدا والله الذي لا إله غيره. وأنا أشوف الرد بعده إن شاء الله تعالى، بعد أذكر لك وأذكر لك الكلام ده بتفصيلي إن شاء الله تعالى وبوثائقي، بعد أي زول يسمع تاني يناقش من محمد مصطفى ده ولا كلمة ما تضيع معه، ولا كلمة ما تضيع معه. طيب قال خلاف مزمل والإصلاح. مزمل وناس جماعة انصار السنة جناح الإصلاح، قام ذكر شنو في ثلاثة مقاطع. المقطع الأول يلا ركز في الكلام كويس، تعرف الرجل ده كذاب ما ثقة، تكذب ليه يا محمد مصطفى؟ تكذب ليه؟ كذب حلال. وقال الشباب طلعوا فتوى قالوا بجوز الكذب لمصلحة الدعوة. والأتهى والأبر أن أحدهم قال لي أن لديهم مصطلح يقولون يجوز الكذب لمصلحة الدعوة، من أين أتيتم بهذا الكلام يا خبيثون؟ يا تدعوا بمشواب الكذب، ودين منو ذاتوا اللي قالوا الكلام ده؟ اللي قالوا منو؟ قال الشباب قالوا كذب، نحن سنوات معاهم ما سمعنا الكلام، سنوات بنمشي لهم من جيون بنشتغل دعوة إلى آخره، بنشتغل معاهم دعوة وما بقينا مع أي جماعة ولا تابعين لهم ولا هم تابعين لنا، كلنا أخوان في دعوة الله سبحانه وتعالى، ودي الدعوة السلفية ما في شيء. قال
أول شيء في المقطع رقم واحد قال كان الشباب مع المشايخ. أول شيء هم طبعا كانوا مع محمد مصطفى، كنا كلنا بنمشي لمحمد مصطفى. قال جلست مع المشايخ مثل الدكتور خالد عبد اللطيف والدكتور الهواري. اصلا ما كان الشباب عندهم مشكله مع المشايخ دين، ركز في الكلام كويس، ما كان الشباب عندهم مشكله مع المشايخ دين. قال كانوا في التنظيم ويتكلموا في بعض المبتدعه مثل محمد حسين يعقوب ومحمد حسان وديل المبتدعه. قال والحق معاون مع الشباب ديل اللي هو ناس اخواننا ناس مزمل وآداب وغيرهم من الشباب جزاهم الله خير جميعا. قال الشباب في التنظيم، الشباب في التنظيم مقصود تنظيم شنو؟ الإصلاح. حسدوا هؤلاء الشباب في نشاطهم، والله قال كذب اللفظة، حسدوا باللفظة دي. قال حسدوا هؤلاء الشباب في نشاطهم، كلام محمد مصطفى قالوا وراه يافطة مكتوب فيها الملتقى العلمي الأول تحت شعار واعتصموا بحبل الله جميعا. وجماعة الإصلاح قالوا لأنه قال لأنه مترئسنا جهلاء، الناس اللي على رؤوس الإصلاح شنو؟ جهلاء. شباب لذل أنا قعدت، أنا جلست جلسات كثيرة في المجمع هناك مع بعض المشايخ مثل الدكتور الهواري والدكتور يعني عبد الخالد عبد اللطيف كلهم اخواننا. يا اخي نصلح بين الشباب اللي هو الشباب ديل ناس مزمل وديل اولادي تلاميذانا وقاعدين معايا بيقروا معايا في المجمع هنا، وانا بدعوك من المنبر ده تلتحق برقم هؤلاء الشباب. الشباب ديل اصلا كانوا في التنظيم، ما في مشكله في التنظيم عادي، هم كوادر التنظيم وشغالين، وهم انا بدرسهم وشغالين كويس. يتكلموا في بعض المبتدعه مثل حسين يعقوب، محمد حسين يعقوب، محمد حسان، والله صحيح بعض الرؤوس على البدع باجتهادهم باجتهادهم ولهم حق وعندنا الدليل، وبدوا يتكلموا في الاركان سلطوا عليهم الشباب، وما كان في مشكله بين المشايخ. ناس مزمل ديل كانوا كويسين جدا مع المشايخ، احترموا المشايخ جدا، والله صحيح، وما كان في مشكله بين المشايخ. ناس مزمل ديل كانوا كويسين جدا مع المشايخ، احترموا المشايخ جدا، والله صحيح. يمشوا لدكتور الهواري هناك يتعلموا منه، يجوا عشان يشربوا معاه الشاي وكذا وشغالين، ما عندهم حاجه. ديل الشباب في التنظيم حاسدوا هؤلاء الشباب على نشاطهم اللي هم الجماعه في التنظيم، الشباب انا اتكلم عن الشباب بتاع التنظيم بتاع بحري بتاع المزاد. واحذرك من هذا المنبر ان تنتسب الى هذه الجماعه، جماعه الاصلاح، لانه مترئسينها جهل. يبقى سبب اقصاء هؤلاء الاخوه او سبب ابتعادهم هم عن هذه الجماعه وسبب ابعاد الجماعه لهم ذكر امرين. الامر الاول قال حسدوا هؤلاء الشباب. ليه؟ لانه الشباب يتكلموا في منو؟ محمد حسين يعقوب ومحمد حسان. اثنين قال لأنه جماعة الإصلاح مترئسنا جهلاء، مترئسنا شنو؟ جهلاء. ده المقطع رقم واحد، عليك الله ركز في الكلام ده كويس. السبب لأنه الشباب ديل ناس التنظيم حسدوا هؤلاء الشباب ناس مزمل في نشاطهم. ديل الشباب في التنظيم حسدوا هؤلاء الشباب على نشاطهم، وبرضه الشباب ديل يتكلموا في محمد حسين يعقوب ومحمد حسان وديل مبتدعه والحق معاون. اما مصطفى قال الحق معاون. يتكلموا في بعض المبتدعه مثل حسين يعقوب، محمد حسين يعقوب، محمد حسان، والله صحيح بعض الرؤوس على البدع باجتهادهم باجتهادهم ولهم حق وعندنا الدليل. اثنين قال لانه جماعه الاصلاح دي مترئسنا جهلاء. واحذرك من هذا المنبر ان تنتسب الى هذه الجماعه، جماعه الاصلاح، لانه مترئسنا جهلاء. امتى المقطع الاول؟ لا تعال شوف المقطع الثاني. المقطع الثاني بيوافق نوعا ما المقطع الاول. لسه ما كان في اي خلاف يعني ظاهر بين الشباب وشنو؟ محمد مصطفى. قال
متكلم بخاطب في ناس الإصلاح وراو وراو يعني يافطة بيضاء هي أصلا زي ستارة بيضاء يتكلم فيها محمد مصطفى. قال جيبني أرد علي عبد الحي بخاطب في ناس الإصلاح جيبني أرد علي عبد الحي قال قل لك عبد الحي ده عندنا معه تعاملات كي تعاملات كم كم قال تعاملات شنو كم كم قال يعني عشان ناس عبد الحي وبعض الرؤوس البقدسون الجماعة محمد مصطفى قال جيبنا أتكلم في بعض الرؤوس البقدسون الجماعة زي ناس عبد الحي يوسف وديل محمد حسين يعقوب قال عشان كده حتى اختلفوا مع الشباب في الحتة دي حتى اختلفوا مع الشباب في شنو في الحتة دي أتحدى أي واحد الآن إصلاحي جيبني محاضرة عشان أتكلم في البدع والضلالات مش كلمون فعلا جاي محاضرة عن المضلين وعن أهل البدع وحتكلم عن جماعة هم بيقدسوهم عن عبد الحي ولك ليه عبد الحي ده يا أخي ما أتكلم شو لهم عندنا مع بعض التعاملات أيوة كم كم التعامل كده قم على هذا ولا تعاملات ولا تعامل ومحمد سيف ما أتكلم فيه وعندنا فضل وتعالنا بجنب المنهج أنا عند دل إخوان مسلمون ومنهجهم منهج منحرف ونحن نرد عليهم ما يقبلوا ذلك عشان كده حتى اختلفوا مع الشباب ناس مزمل في الحتة دي عشان كده حتى اختلفوا مع الشباب ناس مزمل في الحتة دي اللي هو في حتة مسألة الرد على منو على أهل البدع ده المقطع رقم كم 2 دو الأول ما في تناقض صح ولا ما صح يلا تعال شوف المقطع الثالث المقطع الثالث يا هو الكذب فيه والكذبة ديك ذاتها أو نفس الترابيزة غايته جنبه ذاك أبو نظارة بيجاي طبعا مسكين بس لاف في معه ماشي وجاي يحيى ده وناغشته في ديوان محمد مصطفى ذاته يحيى ومعه صلاح جودة وذاك أيوب في بيت أخينا ابن تيمية جماعة ديل كده أصبر لي أنا ما بجيك لهم كلهم إن شاء الله لكن تعرف المقطع الثالث محمد مصطفى قال السبب إنه أنصار السنة عندها منابر علمية سبب الخلاف وإنهم أبعدوا ناس مزمل وناس أبي بكر آداب قال إنه أنصار السنة عندها منابر علمية وديل دايرين يتقلدوا الفتوى وأنهم جهلاء وما عندهم علم قال ده سبب الخلاف أنصار السنة عندها منابر شنو؟ علمية سبب الخلاف شنو عندهم منابر علمية وديل جهلة ومعاه جهلة ودارين تقلدوا شنو مناصب الفتوى والله الذي لا إله إلا هو وأنا أحلف صادقا وما يشبوت هذا العزبجي كذاب بكل ما تعني الكلمة والتنظيم اللي هو بتاع الإصلاح بتاع جماعة أنصار السنة رفض الزول ده وعديم الآداب ليه قالوا لي الناس ديل مدعين العلم طبعا ما أنصار السنة عندها منابر علمية وبيفتوا بغير شنو علم لأن التنظيم عرف أن هؤلاء ناس جهلاء وأنهم يريدون أن يتقلدوا منصب الفتوى وما كان في مشكلة بين المشايخ ناس مزمل ديل كانوا كويسين جدا مع المشايخ احترموا المشايخ جدا والله صحيح الكلام ده يا جماعة مع الأول بيتفق ده ما كذب أصلع ده ما كذب انت تقول السبب هناك لما كانوا سوا وجيت في الملتقى هنا مجرد ما خالفتهم تجي تقول السبب صار السنة عندها منابر علمية طبعا ما صار السنة عندها منابر علمية وقبل قال رؤوس شنو جهلاء وأحذرك من هذا المنبر أن تنتسب إلى هذه الجماعة جماعة الإصلاح لأنه مترئيسنا جهلاء والله قال ودارين يتقلدوا الفتوى يريدون أن يتقلدوا منصب الفتوى وقبيل قال هناك في المقطع الأول قال كانوا في التنظيم ويتكلموا في بعض المبتدعة مثل محمد حسين يعقوب محمد حسان والحق معاهم يتكلموا في بعض المبتدعة مثل
حسين يعقوب، محمد حسين يعقوب، محمد حسان، والله صحيح بعض الرؤوس على البدع باجتهادهم باجتهادهم، ولهم حق وعندنا الدليل. شوف الكلام ده والجماعة قاعدين معه امام الصف. ده المقطع رقم كم؟ 2. يازن ان شاء الله ونذكر المقطع رقم 3. كذاب والله كذب عجيب، بس يتتابع شنو تسجيلاته ان شاء الله يتبين لك ذلك واضحا. 3 قال أم الصفا، قال قالوا شيخ ربيع، قال مزمل ووكر شباب ديل شيعة. جزاك الله خيرا شيخ ربيع، بارك الله فيك، جزاك الله خيرا. والله قال شيخ ربيع قال كذا. قالوا الشيخ ربيع طلع فتوى في العصبجي وعديم الآداب، قال دير شيعة. الحمد لله طلع ربيع، شكرا جزيلا يا شيخ ربيع، حفظك الله بارك الله فيك واكثر من ذلك. طلعوك شيعي تبا لك ولأمثالك، هذه كذبة صلعاء. وشيخ ربيع الآن في آخر جلسة في رمضان ده الفات ده مشوا ليه والدناير وشيخ مزمل وشهاب، ونحن كنا في المدينة هناك. بعد ذاك لما جو راجعين من ضمن الأشياء ذكروها، قال مزمل قال والدناير ذكر الكلام ده برضو، إنه قال له يا شيخ في بعض الناس قالوا انت قلت مزمر رجل سوء رجل سوء. قال انا ما قلت هذا الكلام. قام واحد قال له يا شيخ في بعض الناس قالوا انت قلت. قام قال يا عبد الواحد، ده الواحد المدخلي ده معاه يعني دائما بلازم الشيخ ربيع، قال هل انا قلت هذا الكلام؟ يكذبون علي يا ابني، يكذبون علي. والان اذا اردت تراجع الان انا اسجل لكم تراجع. قال له جزاك الله خير يا شيخ، جزاك الله خير، يعني اذا انا قلت هذا الكلام اسجل لكم تراجعا، انا ما قلت هذا الكلام. رجل سوء خليه شنو يقول شيعه شيعه عديل. واخونا ابو بكر يتصل بمحمد ابن هادي ابن ربيع، محمد ابن ربيع الشيخ محمد ابن الشيخ ربيع المدخلي، ويمشي هناك ويلاقيه ويدخله على الشيخ ويجلسوا. ومزمل مش ليه قبليه في رمضان ده نفسه قبليه بايام مشى ليه بعد الصلاه مشى ليه وجلس معاه وذكر ليه الدعوه في السودان وما السودان، حتى الشيخ ربيع ذكر ليه جيته الجفيه شنو للقضارف. فده من الكذب، ما قال شيعه. وعلاقه الشيعه بناس مزمل شنو؟ هذي الاقرب للشيعه منه؟ ده اللي بينبذ الصحابه ولا ده اللي بينبذ الصحابه؟ يعني ما قلنا انت شيعي عشان ما تاخذ الكلام صحيح، لكن الاقرب للشيعه من. طيب 4 محمد مصطفى قال محمد بن هادي قال من حج ولم يزر الشيخ ربيعا فما تم نسكه او فما تم نسكه. الاولى النسك فاعل والثانيه النسك مفعول به. يقول الشيخ محمد ابن هادي المدخلي ده في السعودية طبعا، يقول عن الذي يأتي إلى مكة ولم يزور الشيخ ربيع هذا خاسر، إلا ده قال سلفته فيها شك، فقال إذا جيت مكة لازم تزور، إلا قال إذا كان عندك عذر، معناه جعل زيارة ربيع شنو؟ واجبة من الواجبات. بعد ذاك قال يقول لك عندك رأي في المدخلي في المخرج ذاته عندي رأي، خليه المدخلي ودانا الطكل. طليق واحد يكون عطل يقول لك ها يعني عندك رأي في محمد المدخلي في المخرج ذاته عندي خلي المدخلي، انت بتلعب ويا لك وما اظنك ان تقوم يا عاصم. طبعا عنده حاجات بيتم بها الكلام، عنده حاجات كذي بيتم بها زي اللي بيليس له في الحيطه. بعد ذاك شنو بدي انا نطات وحاجات. قال يقول لك عندك رأي في المدخلي في المخرج ذاته عندي رأي خليه المدخلي. والكلام ده باطل من وجهين. الوجه
الأول أن الشيخ محمد ابن هادي المدخلي أخرج تسجيلا وتبرأ من هذا الكلام، بل استنكره غاية الاستنكار، قال أنا أظن حتى المجنون لا يقول هذا. هل يتصور أن مسلما عاقلا يقول هذا الكلام؟ قال أنا أظن حتى المجنون لا يقول هذا. قال ولكن يريدون تشويه صورة شنو؟ السلفيين. وأما مجرد الكلام الفج والسمج هذا الذي سمعتم فاعرضوه على أي عاقل في الدنيا، أي عاقل في الدنيا من المسلمين اعرضوا هذا الكلام عليه وقولوا له تتصور واحد من المسلمين يقول أن من حج ولم يزور الشيخ ربيع ولم يزور الشيخ ربيع حجه غير صحيح؟ طب أنا أظن حتى المجنون لا يخطر ببالي هذا، ولكن هذا كله من المبالغ المبالغة في تشويه صورة السلفيين. طيب الوجه الثاني أن الوقيعة في أهل السنة وفي علماء أهل السنة وفي أهل الأثر هذا من علامات أهل الضلال. طبعا هم ردوا عليه مدخلي، ردوا عليه وإن شاء الله بيجيك الكلام ده وبتسمعه صوتيا إن شاء الله أن تكون سمعته. توجيه أسركم لا تستمعوا له ولا تجلسوا إليه، فإن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ما حصل بينهم هذا. طيب إن ذكر من علامات أهل الضلال الوقيعة في أهل الأثر، ده كتاب اسمه لم الدر المنثور من القول المأثور في الاعتقاد والسنة، جمع أبي فريحان جمال بن فريحان الحارثي، ده من تلاميذ الشيخ الفوزان، وحتى هنا قال قرأه معالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان بن عبد الله الفوزان عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. طيب قال شنو علامة أهل البدع، صفحة 85 وصفحة 86 والتماشي. قال أبو حاتم الرازي رحمه الله علامة أهل البدع الوقيعة في أهل الأثر، علامة أهل البدع الوقيعة في أهل الأثر. والكلام ده أصله ذكره اللالكائي وذكره الصابوني في عقيدة السلف أصحاب الحديث. طيب اللالكائي في الجزء الأول صفحة 179 والمرجع الثاني عقيدة السلف أصحاب الحديث صفحة 105 قال الصفحة البعدها ذكر كلاما بعد ذاك الصفحة البعادة قال قال أبو عثمان إسماعيل الصابوني رحمه الله وعلامات البدع على أهلها بادية ظاهرة وأظهر آياتهم وعلاماتهم شدة معاداتهم لحملة أخبار النبي صلى الله عليه وسلم واحتقارهم يعني وشدة احتقارهم واستخفافهم بهم، يحتقرون أهل السنة ويستخفون بهم. طيب بعد ذلك ذكر كلاما بنجي تاني نذكر بعض المواضع من علامة أهل البدع التي يقع فيها محمد مصطفى عبد القادر. طيب دي الكذبة رقم 4، الكذبة رقم 5، ورقم 5 دي لأنه اتناقض محمد مصطفى في محاضرة في مسجد فيصل حضرناه زمان اسمها حوار الحوار العلمي مع خوارج العصر. بعد ذاك شنو المحاضرة دي نفسها يتكلم فيها في رد شبهة تشتبه ويشبه بها بعض الخوارج على بعض الناس اللي من كتاب الشيخ صالح الفوزان نفسي في مسألة التكفير، قام جاب كتاب عقيدة التوحيد تاع الشيخ صالح
الفوزان. ركز في الكلام ده كويس، بعدين كله بتشاهدوا ان شاء الله، كله بتشاهدوا. قال الجماعة دل بيجيبوا الشبهة من الكتاب ده، قال في كلام مفصل للشيخ نفسي في كتاب إعانة المستفيد، شرح كتاب التوحيد للشيخ صالح الفوزان نفسه، قام جاب التفصيل من كلام الشيخ في شرحه لكتاب التوحيد، وفصل به الكلام اللي في شنو؟ في عقيدة التوحيد. قال عشان كده انت تجمع أقوال الشيخ شنو؟ كلها. قال تجمع الأقوال شنو؟ كلها. في يقول لك الفوزان كفروا الدين كتابه، يا اخي انت ما فهمت كلامه. الفوزان ما كفروا على الاطلاق، عنده قولين، واحده يعني بها، واحده تعني الكفر مع الجحود، يحمل الكلام على الكفر مع الجحود. اما من اعتقد فقد فصل في مساله. الدين كتابه طبعا دي شبهات الجماعه كلها، انا ارد لك عليها. طبعا بيجيب لك كلام شنو؟ بيجيب لك الكلام بتاع الفوزان ده، يقول لك كفرهم كفر يخرجهم شنو؟ عارف بالله ده اذا جحده. اما كلام الفوزان الفو تفصيل يا هدى ده كتاب إعانة شنو؟ إعانة المستفيد في شرح كتاب شنو؟ التوحيد. الكتاب ده نمره كم؟ 39 انت كتابك وينه؟ ده كلام الفوزان ما اطلقه هناك، فصله شنو؟ فصله هنا ما عنده فتوتين يا اخي الله يديك، ما في تعارف، بس انت ما فاهم حاجه. وانت قريت كتاب واحد، انت قريت الكتاب الصغير ده وغشاك به وزورك، لكن انت لازم تاخذ اقوال العلماء ببعضها، يعني لازم تاخذ اقوال العلماء شنو؟ ببعضها، ما تاخذ لك جزء وتخلي جزء، لازم تاخذ كلام العالم شنو؟ باكمله. قاموا جابوا له بعض التسجيلات، قالوا الفوزان ما بيعذر بالجهل، قال لولا انه الفوزان، طبعا رد عليه، قال لولا انه الفوزان لقلت انه من المعتزلة او الخوارج. اخطأ في هذه المسألة، مسألة العذر بالجهل، ولولا انه الشيخ الفوزان لقلت انه من الخوارج او المعتزلة. والفتاوى دي بعضها لبس على منه او التبس بقصد او بغير قصد على ياسر الزنجي، وسمعنا بعضها لما كان مكسور في بيت أخينا عجيب عبد الرافع، بعدين هناك قال لي في تسجيلات وكذي والناس ديل صوفية ديل وإلى آخره. طيب هل الفوزان حفظه الله ما بيعذر بالجهل؟ بيعذر بالجهل. هذا سوداني مقيم في المملكة يقول ما حكم من يعمل الشرك الأكبر وهو جاهل بذلك؟ أما إذا كان في مكان منقطع ولا يسمع شيئا ولم يبلغه شيء عن الإسلام فهذا يعذر بالجهل حتى يوجد من يعلمه ويرشده. لكن بفصل في مسألة شنو؟ الجهل. زول قروا له القرآن وفهموا القرآن، فهموا تفسير القرآن، وبعد ده قال لا أنا كذي بس، ده ما يعذر بالجهل، ده إلا يعذر بشنو؟ بحاجة تانية، لكن ما يعذر بالجهل. والكلام ده الشيخ الفوزان ذكره في شرحه لنواقض الإسلام وفي بعض الكتب، عنده كلام في مسألة العذر بالجهل. لكن أنا سأديك مرجع تاني وهو شرح السنة، تعليقات الفوزان على شرح السنة للبربهاري، بديك موضعين الفوزان بيعذر بشنو؟ بالجهل. فانت تاخذ كلامه كله ما تقول ما بيعذر بالجهل، ودار تتكلم والى اخره. طيب ده شرح السنه للامام ابي محمد حسن بن علي بن خلف البربهاري المتوفى سنه 329 هجريه، كتب جميله جدا والله الذي لا اله غيره. قعدنا قريب 6 سنة مع انصار السنه يعلموك كتاب قصة الالتزام، تقرأ الصفحات الأولى زول خشة في الظلمة وبعد ذاك مرق وشنو إلى آخره، تبكي براك تجيك خوفك عن قطعة الكهرباء تشوف الحاصل، بعد ذاك ثاني يخجوا يذكر أحاديث كتب ويجيبوا في ديل. يا أقرأ كتب السلف
أقرأ الكتب العلمية وفيها تزكية، الكتب دي فيها تزكية وفيها تطهير للنفوس وفيها إصلاح للقلوب، عشان كده القلوب دي بتنصلح بالقرآن وبالسنة. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم شنو لما يحييكم، ده فيه حياة القلوب. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، القرآن من بعد سألوه قال له كيف نصلح قسوة القلب، نزيل قسوة القلب، قال بذكر الله، الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب، قال وبالقرآن، واستدل بقوله تعالى يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. أقرأ القرآن يا أخ بعلمك الخشوع والانكسار لله تعالى والخوف من الله والرجاء فيما عند الله ومحبة الله سبحانه وتعالى، وأقرأ كتب السلف، أعرف قواعد السلف وأعرف أصول السلف وأعرف المنهج الصحيح. أقرأ شرح السنة للبربهاري وتعليقات الفوزان، وفي شرح لشيخ ربيع ابن هادي المدخلي، وأقرأ أصول السنة، وأقرأ الإمام أحمد ولعبد الله بن الإمام أحمد برضو لهم كلام، والأئمة والعلماء عندهم كتب في السنة أقرأ أستفيد منها، شرح العقيدة الطحاوية للعلماء لابن أبي العز الحنفي، تعليقات الألباني وتعليقات ابن باز لأنه في بعض الأشياء بعلق عليها، أقرأ كتب السنة، أقرأ شرح العقيدة الواسطية للفوزان وشرح العقيدة الواسطية لابن عثيمين، واسطية أصلاً لابن تيمية رحمه الله تعالى، أقرأ الأصول الثلاثة والقواعد الأربعة ونواقض الإسلام وكشف الشبهات وكتاب التوحيد ومسائل الجاهلية، خاصة مسائل الجاهلية، تلقى كثير من الانحرافات اللي بيقعوا فيها الحزبيين حزبيون والإخوان المسلمون والتي تقع فيها جماعة التبليغ وكثير من الجماعات وأهل الشرك في كتاب مسائل الجاهلية 128 مسألة ناقشوها، وفي شرح جميل جدا للشيخ زيد ابن محمد ابن هادي المدخلي رحمه الله. الشيخ زيد ده من كبار المشايخ، أكبر من محمد ابن هادي الآن، موجود أكبر منه في العمر وكذي إلى آخره، وتوفي قبل سنة أو سنتين رحمه الله تعالى. طيب الفوزان قال ما بيعزو، قال لولا أنه الفوزان لقلت إنه من المعتزلة أو الخوارج. أخطأ في هذه المسألة، مسألة العذر بالجهل، ولولا أنه الشيخ الفوزان لقلت أنه من الخوارج أو المعتزلة. والله محمد مصطفى بيشبه الخوارج شبه، أول شيء في التكفير بيجي كسي عنده تكفير، في الخروج كلام في الوزير، الخوارج أول ما خرجوا طعنوا في الصحابة، هو بيطعن في شنو؟ في الصحابة. خوارج طعنوا في العلماء، هو بيطعن في شنو؟ في العلماء. زول لو أجبه والله الذي لا إله غيره، وأكثر مشايخ أنصار السنة الظاهرين أخطاء أو خطأ هو محمد مصطفى عبد القادر، وأذله الله لأنه عادى أولياء الله، من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. زمان ما تقدر تتكلم فيه، ما عشان هو تب تكون أطول منه وجسمك أقوى إلى آخره أو جسمك أوسع من جسمه، لكن الله جعل له هيبة لما كان بيصدع بشنو بالحق، واجتمع عليه الشباب بعد ذاك تاني لما انجب الباطل بقى أي زول بيرد عليه، ترد عليه طوالي مباشر ولا تخاف منه. وقبيل لما كان على الحق لو جب بباطل معاه هيبته، الواجب على السلفي إن رأى باطلا أن يرد هذا شو الباطل وأن ينكره. واحد صفحة 75-76 شرح الفوزان، ده كلام الفوزان ذاته، قال شنو؟ فالأدلة على عذاب القبر متواترة، فالأدلة على عذاب القبر متواترة، فمن كذب بعذاب القبر من المعتزلة ومن نحى نحوهم فإنه عليك الله. اسمع الكلام ده كويس، شوف الرجل والعالم بيعذر بالجهل العالم ده ولا ما بيعذر؟ قال
فمن كذب بعذاب القبر من المعتزلة ومن نحى نحوهم فإنه مخالف للأدلة المتواترة ويكون مختل العقيدة والعياذ بالله وفاقدا لأصل من أصول العقيدة وهو الإيمان بعذاب القبر. فإن كان متعمدا عارفا بالنصوص لكن يكابر وينفي فهو كافر، أما إذا كان متأولا أو مقلدا أو جاهلا فهذا لا يكفر لكن يضلل ولا يكفر. كلام ده واضح ولا ما واضح؟ واضح جدا. ده الموضع شنو؟ رقم واحد في عذاب القبر. تعال شوف في مسائل الجهمية ذاته، جهمية ده الكفار طبعا بيقولوا القرآن شنو؟ مخلوق ولفظه بالكلام طويل. قال في الموضع الثاني اللي صفحة 24 شرح الفوزان، انت ما قلت تلموا كلام العلماء كله، انت ما تلموا ما تلم الكلام كله. طيب قال الله جل وعلا يقول صفحة 24 وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. قال الله جل وعلا يقول وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، وصف نفسه بأنه يقول ويتكلم. ما هم بيقولوا الله شنو؟ أي ما بيتكلم، ديل الجهمية. قال وصف نفسه بأنه يقول، ما قال وقال ربكم، ويتكلم، فالذي لا يتكلم ليس بإله. ولذلك كفر كثير من الأئمة أئمة الجهمية، كفروا أئمة الجهمية دون مقلديهم وأتباعهم الذين لم يتبين لهم الحق وإنما قلدوا عن جهل، فهؤلاء فيهم نظر لا بد من البيان لهم، فإن أصروا فإنه يحكم بكفرهم. فهمت الكلام يا جماعة ولا أعيده تاني؟ لأن أعيده. قال ولذلك كفر كثير من الأئمة أئمة الجهمية، كفر كثير من الأئمة أئمة أهل السنة والجماعة، كفروا أئمة الجهمية دون مقلديهم، كفروا الأئمة أئمة الجهمية دون مقلديهم وأتباعهم الذين لم يتبين لهم الحق وإنما قلدوا عن جهل فهؤلاء فيهم نظر لا بد من البيان لهم، فإن أصروا فإنه يحكم بكفرهم. يتين يحكم بكفرهم بعد يصروا بعد يبينوا لهم شنو الحق. تقول لولا أنه الفوزان لا لقلت إنه من المعتزلة أو من الخوارج. ده الموضع الذي بعده. طيب ده الموضع الخامس، هاي نتم الموضع السادس ده ولا السادس نخليه أصلا بيجينا قدام، اللي هو الكذب على الصحابة كمعاوية رضي الله عنه. كذب على معاوية، قال بيدعي أنه أولى بالخلافة شنو من علي إلى آخره، شاكين بعض أخواننا سموه الدجال لأنه طعن في الصحابة وكذب. وكنت قد أنكرت عليهم هذه التسمية، لكن بعدها تبين لي من كتب أهل العلم ومن ما ذكر أخونا الشيخ مزمل في نفس المجلس عن بعض السلف أن الذي يطعن في الصحابة كعثمان وكغيره، هو ما تكلم في عثمان لكن يتكلم في غيره من شنو؟ من الصحابة، في بعض الصحابة كمعاوية، لا يسمى دجال. والبكذب ويموه بيسموه دجال مكذاب ومموه. جيب كتاب الشيخ ابن عثيمين وده شنو نجيب عنده بعد ذاك بعد الصلاة إن شاء الله نواصل. الزول والله اللي تسمع عنه كلام غريب جدا. الثاني بعد ده في ناس بيتعاطفوا يمشوا له، أمش بعد ده إن شاء الله قشة ما تعتر لك ثاني ما عندنا معك شيء. قال ده محمد صالح العثيمين، الشيخ محمد صالح العثيمين المجلد الثاني في شرحه لرياض الصالحين مكتبة أو مدار الوطن للنشر. قال
أو الدجال فشر غائب ينتظر. طبعا الحديث ده فيه سبعة دي، ده بعض العلماء لهم فيه مقال، لكن هو بيتكلم عن لفظة شنو الدجال في الحديث. قال الدجال صفحة 43 الجزء الثاني من شرح لرياض الصالحين، قال الدجال صيغة مبالغة من الدجل وهو الكذب والتمويه. الكذب وشنو؟ والتمويه. في دجل بتاع الشعوذة والسحر ده محمد مصطفى هم نصفوا به، وفي دجل بتاع الكذب وشنو؟ والتمويه، هو بيكذب ولا ما بيكذب كما تبين لك، وبموه ولا مموه، بموه ومموه هو في نفسه دجال من الليلة وخذها. ودرد على واحد في السعودية هناك قال سموه الدجال، اسمه صديق الفكيه هناك في السعودية. بعدين ديلك بي هو وطه عابدين عملوا محاضرة بدافع عن إمام الحرم وعن جيتهم شنو معاه، عن جي طه عابدين معه جمع إمام الحرم ومعه واحدين تانين. المهم ده الموضوع طويل، لكن الدجال دي هو يستحقه، كي والله عصب يدي نحن بنستحقه، لكن قول رضيناه خلاص، لكن والله بيستحقه هو. ساوي له بتاع نظارات هسه انا في بتاع نظارات ورا ما بيجي هو كذا. الموضوع ده طويل ان نصلي ان شاء الله. تبين من خلال هذا العنصر الاول كذب هذا الرجل، والكذاب لا يؤخذ عنه العلم حتى يتوب ويرجع إلى الله سبحانه وتعالى ويصدق ويتبين صدقه. فالواجب على محمد مصطفى وعلى غيره من الكذابين التوبة إلى الله سبحانه وتعالى والرجوع عما تكلم به من الكذب ومن نقل الكذب. العنصر الثاني من عناصر هذه المحاضرة من أعمال الجاهلين. محمد مصطفى له أقوال تشبه أقوال أهل الجهل، وأذكر لك مثالين. المثال الأول إنه مقطع الرد على ناس الحلة رد على جيرانه، وأنا عندي موقف عندي كلام بس ماذا أذكره لأنه فيه بعض الأشياء الماء أصلا يعني ما من الكرم أن تذكر أصلا. لكن شنو الناس ذي ذاتهم ناس الحلة جيرانه. والله قال في سورة النساء سبحانه وتعالى، في سورة النساء قال في الآية المعروفة عند العلماء بآية الحقوق العشرة، ذكرها صاحب كتاب التوحيد إمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، وهي قوله تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم. فالله وصى بالجار سبحانه وتعالى بهذه الآية، والنبي صلى الله عليه وسلم أوصى بالجار كما في البخاري وفي غيره، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره. وما زال جبريل عليه السلام يوصيه بالجار حتى أنه ظن أنه شنو سيورث الجار من شنو من المجوء من 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 جاره. طيب الزول رد علي ناس الحلة، بعدين قال لهم شنو؟ قال لهم أنا ود البلد يا ولد مسجلة، أنا ود البلد يا ولد، وأنا ود الخرطوم، جدودي مدفونين في البلد دي، والخرطوم دي جددناه بيت بيت. دي أسيلهم ما بيجا ولا في الكذب في زول بيقد كده بيت بيت. طيب في المبالغة يعني، قال بيتنا بيت الأسرة في المقرن، قال ألف متر ألف متر، ف
فاتح في بنك السودان، بنك السودان بتعرفه تف الداتف والله والله كان جينا لمسألة الأحقية. أنا بنظر لبتاع إحنا ذلك كلهم جو باللواري وجو الجبل اللوري ولا جبل قطر يا الورا. أنا سيد البلد دي، أنا هنا في المغرن أبا عن جد، أنا هذا بيتنا 1000 متر هنا في المغرن فاتح على بنك السودان. بنك السودان بتعرفه دبل لك ولا أمثالك. أنا بقول لك بيت الوسطى هنا في بنك السودان فاتح على حجم 1000 متر يا وسخ يا بتاع الحلة. أبا تجل إنه أنا ود البلد يا ولد، أنا ود البلد، بقول لك أنا ود المغرن. أنت ما عارف مين، أنا جدودي مدفونين في البلد دي، يعني قمنا في البلد دي، البلد دي العاصمة دي، نحن أولادها وحافظنا وقددنا بيت بيت والله. سعيد تلعنان ولا من الجزيرة، ولا ما عارف تلعنان من الجزيرة، العواليد دي تلعنان من الجزيرة. أنت تلعب علي، أنا ود الخرطوم قبل أن أكون داعية. تلعب بي أنت يا سافر، أنت جاي من وين؟ قال الله تعالى: والله لا يحب كل مختال فخور. وكي تفخر تفخر ببنك بحرب مع الله سبحانه وتعالى بما يتمارس فيه جريمة أو تتمارس فيه جريمة الربا، يا أخي دي مصايب والله الذي لا إله غيره. واصل شفت لما المادة العلمية بتاعتك تكمل بعد ده بتتم شنو؟ ود الخرطوم وإلى آخره، وتتم حاجات زي دي. بعدين قال لهم العواليك ديل، تكلم عن شنو؟ ناس الحلة، الناس اللي تكلموا فيه العواليك ديل وصابرين عليه ويشتم وينبز. لما نبذ الصحابة وقاعدين قال لهم قال العواليك ديل قايليني من الجزيرة. الجزيرة دي انت ما قعدت فيها فترة؟ قعدت في بلدنا هنا في رفاعة، ما اكرموك؟ الجزيرة دي ما بيكرموا الناس؟ جزيرة زنيب شنو؟ وما الجزيرة برا البلد دي كلها؟ نحن ما نقول الجزيرة وغير السودان ده كله، والله الذي لا إله غيره أي مكان مشينا في الغالب نلقى إكرام. نمرق نمشي الجزيرة نلقى الناس في غرية هناك في الجزيرة هناك اسمها طيبة كمال الدين. قدر ما نمشي وقدر ما يمشوا دعاة من أخواننا اللي بعرفهم يطبحوا لهم ويكرمون، وديل يمشوا وديل يمشوا. انت ما بيكرموا فيك تسهيل لهم ليه؟ الجزاء والإحسان إلا شنو؟ إلا الإحسان. وتمشي الغريب ما الجزيرة برا البلد دي كلها كده، البلد دي خرباها الصوفية وجماعة الإخوان المسلمين، لكن البلد دي كلها في آخر إلا دعاة الشرك والباطل وأهل الشرك وأهل الباطل وأهل البدع. لكن كلها ما بنقول نحن دي سمحة ودي ما سمحة ودي كذي، ده كلام ذاته بتاع جهل يا أخي. والله الذي لا إله غيره، شنو جاي من الجزيرة وما من الجزيرة وإلى آخره، وأنا الخرطوم وما الخرطوم، والخرطوم ذات ناس كم نفر، ناس الأصليين كم نفر، ما كلها جاية من شنو؟ ذات من الجزيرة ومن الشمال والشرق والغرب والجنوب، وكلهم ملمومين هنا. البلد بتنقضها إذا فيها شرك وبدع، وبتشكرها إذا فيها شنو؟ شيء شرعي، فيها توحيد وسنة وخير. ويعني شنو أنت ود الخرطوم وأجدادك في الخرطوم؟ الرسول أجدادهم في مكة ودفنوه وين؟ في المدينة. ما رجع عشان الدين من مكة أخرى، وبعد قعد في المدينة ما قال لأهل المدينة أنا ود مكة هناك الحرم قبلة هناك. أنت عندك قبلة في الخرطوم دي ولا عندك شنو أنت؟ بعدين بنك السودان. طيب بعدين لما جو فتح مكة برضو شنو؟ جا راجع شنو؟ المدينة، وجلس في المدينة وبنى مسجد في المدينة قبلية أول ما جاء داخل، وأكرم أهل المدينة وأكرموا أهل المدينة وكثير. والزول الداعي لله تعالى ده حاجات زي دي ما يخش فيها، والكلام ده شفت سبب الجهل. محمد مصطفى براو كمال الدين الزنادي برضو عنده مقطع في مناسبة بتاع الزواج، يعني في الملأ ومسجلة، والرد خير له هو عشان يرجع ذاك بالتحديد، خير له يرجع. قال جابوا ناس من الكواهلة، جابوا مناسبة واحد يتكلم اسمه أمون، بعد ذاك جابوه في مقطع. قال الكواهلة ديل جدون الزبير بن العوام، وديل ناس رجال وديل ناس كذي
ولا الضناقلة تعمل تقول لهم كذي، والشنو الشايقية كذي، والجعلية ديل تراه كذي، والإيه كذي. أنا ماذا أذكر لأنه أنا ما بتاع دعوة لنعرة بتاعت عصبية، لكن الكلام ده باطل، والواجب عليهم يتنزهوا من الكلام ده. يا أخي بيدخلك في الكلام ده شنو أنت؟ شنو ديل كذي وديل كذي تدخلك فيها شنو ذاته؟ حاجات زي ود الخرطوم، قال خرطوم أنا ما عندنا معاه مشكلة إلا يكون شرك وبدع، بنحارب الشرك والبدع زيها وزي بلد. قال نمرة اثنين أن الرجل يثني على نفسه، ده من أفعال الجاهلين. واحد شغله الأول، الثاني يثني على نفسه ثناء عجيبا. والله أنا ما لقيت شيخ بشكر نفسه زي محمد مصطفى، وتشكره تكون قاعد المشايخ يشكرون، الألباني يشكرون كربك، وده يشكروه يقول لك كفى كفى كفى. من عثيمين ما سمعت المقطع؟ كفى كفى. وده يشكروه، نقدم فضيلة شيخنا الإمام العلامة، وقاعد لا بعلق على الإمام لا العلامة. سودان دكت ما في إمام إلا أئمة مساجد، ولا في علامة ولا واحد. قال واحد قال لو قشطكم من الرشاد ده ما بتقوم لكم قايم. هم فاكرين أنا ذول مسكين ساكت، وأنا متابع وكلمتهم قبل، قلت لهم لو قشطكم من الرشاد دي تقول لكم قايمة. الرشاد ده لو خبطتك منه ونزلتك السوق من المنبر ده ما بتقوم لك قايمة. هم عارفين الحكاية، وفعلا قالوا والله فعلا نزلت الزول بيزم فيه ما بتقوم لك، وما بتقوم لك قايمة. أنا متأكد جدا. وأنت قشطهم كثير من الرشاد، أدوك بس اثنين ثلاثة بس، مسألة الصحابة اتدمرت بقيت لاف في كذي بس محل. يمشي عطبر يمشي الحصائصة دقيقتين يتكلم في عنوان المحاضرة، يتكلم عمل لهم حاضرة يسمها ثلاثة في أربعة. ثلاثة في أربعة بكم؟ مش 12؟ 12 صفة، هوى متبع وشنو كذي إعجاب، والذي رأي برأيه وشحا مطاع. تكلم في اثنين بس، بسم الله الرحمن الرحيم اثنين، أو يتكلم في اثنين خليه البسمل. الباقي ده كله شنو؟ العصبجية. في عصبجية هنا، في كم عصبجية؟ أنت مالك خايف؟ هذه نحن لو في دجالين كتار هنا دي دارينا ونهتدوا، أنت مالك؟ والله ذول غريب جدا. مرق هناك تعبته المسجد، الحلقة الأخيرة ثاني بكرة شغلة تضايق. اتصلوا بي ناس من تلاميذي من خارج البلاد، خارج السودان. طبعا هو قاعد الكلام تقعيد وكذي في فقهيات، بعد ذاك ثاني الحلقة الأخيرة ثاني شغلة شنو؟ تضايقه. ثاني يجي ما نازل أولا العصبجية ويقولك إلى آخره. يا زول أصبر، هبرد ساي يا زول، أنت تعبان ساي. نازل شغال، الله يتقبل، الله يشغالين ويتنبز، الله يتقبل. طيب قال اثنين، قال انا الحبل عندي، انا الحبل عندي رفعتك وانا البنزلك، انا نزلتك. وفي الحقيقة اترفع انا رفعتك، لكن بس عملت معك عملية صعبة جدا، انا نزلتك ونزلتي بقت لك صعبة يا عصبي يا سفيه. ما عندك حاجة انت، انت حلقومك كبير ساكت لكن فاضي، كيسك فاضي. فانا رفعتك بيشبكك فوقي وانا نزلتك وبقت لك سخنه، لكن سولك شنو ده غدرك. تاني بعد ذاكم جو وضحوه، قالوا اللي بيرفع الله واللي بيخفض شنو؟ الله. لكن هو عمل له حركه كذي قبل ما التوضيح ده، قال انا عملت فيك عمليه صعبه جدا، رفعتك فوق وتاني ور نزلتك. قال يا اخ ترفع شنو تنزل شنو؟ وكذا انت ارفع نفسك الا تسال الله سبحانه وتعالى وتتوب وترجع الى الله جل في علاه وتتعلم العلم الصافي، مش العلم المخلوط بالهوى. قال تعالى يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم شنو؟ درجات. وقال تعالى واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث إلى آخره. توب يا أخي إلى الله سبحانه وتعالى، شنو أنا رفعتك وأنا نزلتك وأنا قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء
وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. ده الله سبحانه وتعالى. ومن يهن الله فما له من مكرم. نصوص بس، آيات وحديث. الله هو اللي بيرفع والله هو اللي بيخفض سبحانه وتعالى. وإنت وخذ فائدة، والناس اللي وراك مش تشوفوا فلان انتشر فلان وكذا وكذا، زي ما انت قلت هذه المقاطع على الجبيل، ناس التنظيم حسدوه، حسدوا الشباب. انت قايل عشان الله يرفعك الا تنزل الشباب، قال لهم اشتغلوا في دعوتهم، جابوا بدعه اديهم طوالي، يعني ذاتهم نديهم معاك. ونحن لو جبنا بدعه بدون طوالي، لكن انت ما عشان ترتفع الا تنزل ناس، انت قايل 6 كراسي فوق بس الرفعه إلا تنزل ناس حتى أنت تخش محلهم. الله ممكن يرفع آلاف وينزل ملايين سبحانه وتعالى. وإنت دار ترتفع لشو؟ أنت دار ترتفع لشو؟ تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. كبر ليه؟ والله أنا أتعجب في النازل. قال ثلاثة، قال أبي يتكلم عن أخينا آداب. طبعا روج لها كأنه الصوفي كأنه غلب منه آداب. هو لا غلب ولا شيء، ولا بيقتنع الصوفي أنه غلب آداب. صوفي حافظ له موضع من الفتاوى، وآداب الآن عنده تأليف كتاب كامل في الفتاوى، ألفوا بعد الكلام ده، وحافظ القرآن وحافظ كتب، جزاه الله خير الله يوفقه. داك حافظ له موضع من الفتاوى، قام ذكر الموضع وآداب الداو في نفس المناظرة دي ذاتها. الداو أسئلة قريب 4 أسئلة وتحديات، ما قدر يجاوب على واحد فيها. تحديات مسألة الولادة، وما الولادة الولي بيولد وكذي وما بيولد، دي حاول يجازف فيها. وفي النهاية الله قال فرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن شنو الخالقون. ما في ولي بدي جنة ولا غير. باقي الأسئلة أنت ما تبقى منصف يا محمد مصطفى، وغيرك وغيرك ما تبقى من المنصفين. وينافح فيهم واسي، خش الند، خش قناة الصوفية، تلقاهم محروقين من الشباب حرقة شديدة جدا، والله الذي لا إله غير محروقين. لأنه شنو؟ الردود بيجيون، والفضل من الله سبحانه وتعالى أولا وآخرا. طيب قال أنا عندي علم، قال أنت بتقلدني في الشكل وكذي، أنا عندي علم في مزالة المناظرات، عندي علم. بيحاول يقلد في شخصي في المناظرات زي ما أنا بناظر، لكن أنا عندي علم، أنا ما بناظر بالكواريك. أنت قال حلقوم كبير؟ لا لا، الشغلانة دي مع حاجات مع علم، ما حلقوم كبير. الله قال للنبي صلى الله عليه وسلم وقل رب زدني علما. قال ابن عيينة في تفسيره لهذه الآية، في تفسير ابن كثير، لم يزل النبي صلى الله عليه وسلم في زيادة من العلم حتى توفاه الله سبحانه وتعالى. انت شنو يا أخنا عند علم وإلى آخره. العلماء قاعدين يتواضعوا لله سبحانه وتعالى، وغيرهم بيتواضعوا وينسبون الفضل إلى الله جل في علاه في كل شيء، في العلم، في غيره، في القوة، في الكرم، في النعم. فلما رآه مستقرا عنده، ذا سليمان عليه السلام، قال هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر. وهناك موسى عليه السلام تولى إلى الظل وقال ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير. ينكسر لله سبحانه وتعالى ويتواضع لله، وهذا شأن عباد الله. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا شنو سلام. يتواضع لله سبحانه وتعالى، يتواضع مهما تعلمت، تتواضع وتحترم الناس اللي بيجوا يتعلموا منك وتتأدب معهم. وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم، كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم. تواضع. اليوم اللي بتتكبر انت خلاص دمرت نفسك.
اليوم اللي بتتكبر تتزلع. الله قال في القرآن إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم شنو؟ داخلين صاغرين أذلاء. واليوم اللي تتواضع الله بينصرك وبيرفعك. لقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة لما رأى الذل فيكم والانكسار نصركم الله سبحانه وتعالى. إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم. يا أخي تواضع لله، شنو أنا عندي علم وأنا بعد شوية. قال البجيني دقيقة بيستفيد، دقيقة بيستفيد. أنا البجيني خطبة واحدة قاعد يستفيد. البجيني دقيقة قاعد أفيده طوالي. وبعدين أنا استفاد مني آلاف في المجتمع السوداني. 200 زمان ولا هسي؟ بعد نبست الصحابة وسئت إلى الصحابة وزمان ولا هسي؟ بس كذا أغنعك. استفيدوا شنو يا أخي؟ أنت زول بتسيء إلى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنت ظاهرا وباطنا مخالف للسنة، ظاهرا وباطنا. لين في اللحية طق 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 جازفة بالجمات، ما شفته يصبغها بشنو؟ سواد. أتي بأبي قحافة والد أبي بكر الصديق رضي الله عنهما يوم فتح مكة، ورأسه ولحيته كالثغامة بياضا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: غيروا هذا واجتنبوا السواد. لم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أخذ شيئا من لحيته، لا من طولها ولا من عرضها. لك عندي مراجع. طبعا الناس دائما بيتوهموا لما بعض الناس يجيبوا لنا الكتب، زي واحد في ام درمان بعد خلاص اقتنع وجابنا هناك، نادانا مشينا له في مسجده والجماعه جاتوا وجو صوفيه وضربوا معايا اخوي، ضربوه وبعض اخواننا مين ضربوا. بعد ده جاوا رقنا الله يتقبل ومشينا منه. بعد ايام تاني قلب قال ويتو الشيخ ده بجيب كتب في المسائل دي. يعني الرسول يقول صلى الله عليه وسلم: حفوا الشوارب واعفوا اللحى، في البخاري ومسلم من رواية ابن عمر رضي الله عنه وعن أبيه، وفي لفظ: احفوا الشوارب واعفوا اللحى. قال ابن حزم يجب أخذ شيء من الشارب ويجب ترك اللحى. وقال ابن عثيمين: يحرم أخذ شيء من اللحى. اللحى جمع لحية بضم اللام، اللحى جمع لحية بكسر اللام، كما قال العباد حفظه الله تعالى. قال ابن عثيمين قال: ويعظم الذنب كلما أخذ منها. قدر ما يأخذ منها شنو يعظم. محمد مصطفى يجيب له بعض المراجع هناك في التسويد وجنبوه شنو سواد. يقول دي مدرجة من 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 من, من الصحابي. طيب الصحابي لو قال، افترض انها مدرجة، لو قال الصحابي انت مخالفه ليه؟ مخالفه ليه انت؟ والبياض ذاته في وقار، وبعد تخضب وتغير من البياض تطبق السنة خير، لكن ما تسوي. يقوم يجيب لك كم مرجع كذي، وقال فلان وقال فلان، الناس بينسوا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقوموا ياخذوا بشنو؟ قال فلان. وابن عباس رضي الله عنهما في سنن الدارمي كما هو معلوم لديكم ولديه قال: يوشك ان تنزل عليكم حجاره من السماء، اقول لكم قال رسول الله، وتقولون قال من؟ ابو بكر وعمر، ابو بكر وعمر. يقول لك يا أخي ابن عمر قال القبضة في سودان، اتصل القبضة كم سوداني اللي بتصل القبضة ذاته كذا. لو سلمنا جدلا ابن عثيمين قال ما لا لا ولا شيء، قال ما تهابش، ودي الموافقة السنة. يقول لك ابن عمر قال، وفي أثر عن ابن عباس والقبضة، هسي حقت محمد مصطفى دي قبضة بأربع أصابع، أصبع ونص ما تم ولا أصبعين، إن بالغت أصبعين ونص للإنصاف كذا. يا ما أقول يا دي القبضة وشايلة جاسفة، والوردة جاسفة عديل كذا مرة واحدة.
قال لي فيها شيء بسيط يا ناس دي الناس بتاعين والله الذي لا إله غيره كذا. قال لي نحن ما نمرق من الموضوع كثير. قال اللي بيجيني دقيقة يستفيد يستفيد. قال يتخرجوا مني تلاميذ، أنا من الأشرطة بتاعتي يتخرجوا تلاميذ، من الأشرطة بتاعتي تخرجوا تلاميذ يا. وبعدين أنا استفاد مني آلاف في المجتمع السوداني، قربت تلاميذ في السودان مش هنا فينا. تلاميذ الآن بخيرة الدعاة في السودان، في ناس تلمذوا مني عن طريق الأشرطة بس، دعاة الآن بيصلوا الجمعة ويقتدى بهم. ده كله الله قال في القرآن فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. أما أن تخبر من باب نسبة الفضل إلى الله سبحانه وتعالى وأنك كنت سببا وتشكر الله وتنكسر لله سبحانه وتعالى، ده ما في إشكال. انت قعد تتفاخر وتعمل وتزدري غيرك ولا بيقلدني وانا عندي علم، انا ما عندي علم. طيب قال يلا بعدده شنو الثاني، تعال شوف التالي. التالي ده كمان محمد مصطفى ما بقول لك انتو سرورية او بيقول لي مزمن انت سروري، وعنده تكفير محمد مصطفى تكفير عديل، وده من اضطراب محمد مصطفى. تجي تقول له الخوارج مالون ولك كذا وكذا وكذا، لما نيجي في التطبيق العملي مع بعض الناس يطبق مع بعض الناس شنو يخالف هذا الامر. تكفير عديل اول شيء كفر مزمل، قال شاتم النبي مرتد ويقتل، طبعا هو محروق داري قتلوه بس داري قتلوه. الشغلة دي انتشرت كامات مزمل في ناس تانين هسي الناس اللي قاعدين ديل كلهم شايفهم ديل كام، انا ما باخذ نفسي معاهم انا ما قادرون الناس ديل نحسبهم والله حسيم، لكن لو مات مزمل وبكر وشهاب والباقيين ناس مازن ومحي الدين وغيرهم وفي سلفيين غيرهم لو ماتوا برضو، الله قال وان تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا امثالكم. ده لو توليتوا خليه لو متوا نجيب ناس ثانيين، ده داري قتله والله. عشان كده لما مرة حصل الموقف ذاك والابتلاء فرح فرحة شديدة جدا، وهذه آخر حلقة لعصبجية خلاص بعدنا انتهت، ما في هذول الشغلة دي ماشية وما عصبجية ولا خاصة بجماعة ولا بأشخاص، دعوة منتشرة. قال أول شيء عنده مقطع رقم واحد كله بتلقاه مسجل صوتي وفيديو موجود في اليوتيوب، قال فيه في محاضرة، أنا دار أديك ثلاثة مقاطع في مسألة تكفير مزمل فقير، في مقطعين برأ فيه مزمل، والمقطع الثالث شنو جا كفر مزمل. قال المقطع الأول قال العصبي في محاضرة وراه كذي اليافطة اللي بيكتب فيها الأربعين ولا خمسين كم ولا ميتين حديث، فيك يافطة بيضا فيها حديث وتحته بيجاي خضر وبيجاي له ابن الضارة ده يحيى هداهم الله. طيب قال العصبي جاني مزمل وقال له يا الشيخ أنا أخطأت قلت كلمة في قول إن النبي صلى الله عليه وسلم انحرف، وقال كذي محمد الصبر حرف بصفية كتل بها ملف يا عصبي كتل بها ملف، وطبعا في الإعلام حريف لكن برضو ما بينفعك ولا يغني عنك من الله شيئا إن لم تتب إلى الله سبحانه وتعالى، وطبعا قال ما بتوب ما بتوب إن لم يتب إلا ما بتوب إلا ما دارتوب ما بدعني. ما سمعنا إلا منه. والقرضاوي قال لنا داعية الفتنة واللهم أمتني على الفتنة إلى آخر، ذاك القرضاوي ده بيجاي برضو قال شنو ما بتوب في مسألة ثانية، قام قال شنو قال عصبي جاني قال لي أنا غلطت وقلت الكلمة دي وأنا ما قاصد. محمد مصطفى شوف في المقطع ده ذاته قال قلت لي ما دام ما قاصد ما دام ما قاصد يا ما في شيء يعني ما في شيء. والله أنا أقول لك الحقيقة
أولا هذا العصبجي استفتاني قبل فترة عن كلمة كتل ملف وما في شهود عشان ما تكذب ساعي تجيب لي ناس يكذبوا العصبجية بتاعتك. أنا أوريك الكلام المنطوق بالحرف الواحد حتى أنني ذكرته في بعض المحاضرات هنا. استفتاني وكان لوحده العصبجي السفيه الشماكي قال لي أنا أخطأت يا شيخ. الناس قايمين عليه حرب أنا وقد ذاك ما بعرف القايمين عليه حرب زي ما بعرف منه لكن جماعة من إخواننا اللي هو بيعاديهم. وأنا قلت الرسول صلى الله عليه وسلم كتل ملف أخطأت في هذه وتبت ما أعرفه قلت كده ما رجعت مني ده الكلام اللي قاله. أنا قلت له أنت أخطأت وتبت هي ما قاصد أيوة قلت له ما عليك حاجة. ابن محمد الصفا قال وده كلام ابن القيم وده كلام شنو؟ ابن القيم. وأورد محمد مصطفى دليلين على إنه شنو؟ أنت ما كافر يا مزمل لأنك أنت شنو؟ ما قاصد أيوة. قال الله قال ليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم. ده قال محمد مصطفى. شوف الدليل الثاني. قال الدليل الثاني حديث الرجل الذي قال من شدة الفرح اللهم أنت عبدي وأنا شنو ربك. قال أخطأ من شدة الفرح. قال ده كلامي من القيم والعبارات بشنو بمقاصدها. دبر عليهم بتاعين الإصلاح لأنهم مداقرهم كرروا حياته. لما جاني قال لي يا شيخ أنا غلطت وقلت كتب بها ملف قلت له لا ملف ده المهم انت أنا أفتيته بها بيظهروا لأنه ابن القيم قال الأعمال بمقاصدها. أنت قاصد قلة الأدب دي ولا قال لي لا ما لا قلت له لازم ده أنا عندي وأنا ده كلامي أنا برد عليك الكلام ده بمناسبته. قلت له ما دام ما في شيء ما قاصد لأنه أنا بسلم القرآن قال ليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم. والنبي أتكلم قال ده كلام ابن القيم لما الرجل قال حديث التوبة لما قال اللهم أنت ربي عبدي وأنا ربك وما ناسب الرسول قال أخطأ من شدة شنو الفرح. ده المقطع الأول برأ فيه شنو مزمل وجاب أدلة ذاته. والله أنا ما سمعتها من مزمل ما سمعتها سمعتها منه. قال الدليل الثاني في المقطع الثاني قال شنو تعقيب تاع جمعة في تعقيب غاية واقف المهم وراوى المنبر. قال العصبجي برضو جسألني وما يقول لك معاه زول ما معاه أي زول. قال جسألني وقال لي أنا قلت الكلمة دي وأنا ما قاصد والجماعة هايجين علي في المقطع ده. قال الجماعة ديل لأنه تاعب ليه جماعة الإصلاح دبر عليهم بتاعين الإصلاح لأنهم مداقرهم كرروا حياته. هنا في المقطع ده قال أنا ما عارفون الجماعة ديل ياتون لكن بيكونوا غايتوا أخواننا. قال الناس قايمين عليه حرب أنا وقد ذاك ما بعرف القايمين عليه حرب زي ما بعرف منه لكن جماعة من إخواننا اللي هو بيعاديهم. قام قال شنو قال له ما قاصد أيوة ما عليك حاجة. قال أنا قلت له ما قاصد ما عليك حاجة. وأنا قلت الرسول صلى الله عليه وسلم كتل ملف أخطأت في هذه وتبت ما أعرفه قلت كده ما رجعت مني ده الكلام اللي قاله. أنا قلت له أنت أخطأت وتبت هي ما قاصد أيوة قلت له ما عليك حاجة. بعد ذاك محمد مصطفى قال الحكم العام في الشريعة عليك الله أسمع كلامي ده كويس كلام ده يا جماعة بهمكم تعرفوا اضطراب الرجل وكذب الرجل وسبه إلى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وخروجه وتناقض لتعرفوا خروجه وتناقضه وسبه لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الحكم العام في الشريعة لو في دولة إسلامية بتقتلك. الحكم العام والله قال كذي ده محمد مصطفى بلسانه. قال الحكم العام ما بالنسبة للعصبجي. قال لأنه العصبجي قال تبت خلاص الكلام ده في شريعة لو في دولة إسلامية بتقتلك لكن قد تكون أنت معذور في قواعد العذر بالجهل. لكن في النهاية بتكلم عن الحكم أصلا اللي بيقول الكلام ده الحكم العام للكلام ده مش بالنسبة للعصبجي. العصبجي ما قال تبت خلاص في المقطع ذاته بعدها بشوية قال تاني قال
قال العظمج قال تبته لو تبته مليون مرة يكتلوك يكتلوك. وبعدين اقرا لك كلام ثاني عظمج عشان ما تقول تبته لو تبته مليون مرة يكتلوك يكتلوك. سبحان الله. المقطع ذاته قال الحكم العام في الشريعة العبارتين ديل بتلقان كلامي ده بتلقى العبارتين. أول شيء العبارة الأولى قال الحكم العام في الشريعة لو في دولة إسلامية بتقتلك. الكلام ده في الشريعة لو في دولة إسلامية بتقتلك. دي شنو؟ واحد. اثنين الحكم العام ما بالنسبة للعصبجي. العصبجي ما قال تبتة تبتة خلاص تبتة شنو؟ خلاص يعني ما حكمك شنو؟ القتل. الحكم العام للكلام ده وش بالنسبة للعصبجي؟ العصبجي ما قال تبتة تبتة خلاص. بعدها بشوية بس قال العصبجي قال تبتة لو تبت مليون مرة يقتلوك يقتلوك. وبعدين اقرا لك كلام ثاني عظمي عشان ما تقول تبت لو تبت مليون مرة يقتلوك يقتلوك. سبحان الله. يا جماعة في حقد أكثر من كذي والتناقض عجيب. وصدق الله ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه شنو؟ اختلافا كثيرا. جاء بعد في المقطع الثالث قال شاتم النبي صلى الله عليه وسلم وعديم الآداب اللي هو المقطع الثالث ده جمعنا الاثنين. وبعد كفر منه أبا بكر آداب قال ذاك برضو كافر. عديم الآداب يزعم أنه الصحابة وما أدرك الصحابة. أنت مرتد أيضا عن الإسلام. ده مرتد والآخر مرتد أيضا العصبجي. مع انه محمد مصطفى عنده مقطع يتكلم عن البرهانية يتكلم في تبرئة الذمة قال البرهاني ابراهيم الدسوقي برهاني قال اللهم زيد في جسدي فزاد الله في جسدي فقال اللهم زيد في جسدي. جايبين محمد مصطفى يتكلم وراه زي الصيوان زي في مولد ولا حلقة آية تعليم ربه قال اللهم زيد في جسدي في من بعد كم واحد قال له فقال الله له ماذا تريد يا إبراهيم؟ قال حير ليك الله. تخيل يعني قال فقال له الله ماذا تريد يا إبراهيم؟ قال حير ليك الله. قال له أنت بالضبط قاصد شنو؟ مش قال العبارة دي؟ أزي زول لا لو حاكموا بكلامه ده مش هو برضو ارتد؟ مش هو ارتد برضو؟ لكن احنا ما بنقول لي ارتديت ولا بنكفر ما تكفيرين ولا بنظلم. مش غضبنا عليك لانك سبيت الصحابه وساتها انه نحن نظلمك لانه الله بيسالنا من اي لفظه. ما تفتكر الكلام ده ساي. والله الذي رفع السماء انا من العشاء امس والله صاحي للصبح في المقاطع دي عشان ما زيد كلام ولا انقص وراجعه واسويها من العشاء لما قال الله اكبر الصبح كذي. طق انت ما تظن انت تتقي الله سبحانه وتعالى في نفسك شنو تكفر وبغادي انت بتقول نفس العباره بلا شده دي واضحه بتاعت شنو آداب. لكن انت بتاعتك دي قال حير ليك الله. هل نحن بنقول محمد مصطفى بقول الله بيحتار؟ ما بنقول كذي. لكن بيقول هو بيشرح في كلام شنو الصوفي وبيسخر منه من الصوفيه. طيب انت ما وقعت في نفس الشغله ما بزول كفرك يا اخي توب الى الله سبحانه وتعالى. طيب بعدين دي من علامات اهل الشر والله ومن علامات اهل البدع هذا التكفير حقد وغل شديد. انا اديك الكلام ده في كتاب الدر المنثور عشان الناس يستفيد دي ما مراجع من ناس قاعدين شغله ساي. قال قال أبو القاسم ده في لم الدر المنثور من القول المأثور ده تلميذ الفوزان أيوة اللي هو أبو فريحان جمال ابن فريحان الماء الحارثي. بعدين قرأه الفوزان الصفحة 8 الصفحة 87 الصفحة 87 قال أبو القاسم إسماعيل الأصبهاني رحمه الله قال أما إذا نظرت إلى أهل الأهواء والبدع. يا جماعة الناس تعرف علاماته
وتعرف صفاته وتعرف صفات أهل السنة، تعرف أصول أهل السنة عشان تعرف الحق من الباطل، تنتهج المنهج الصحيح. قال: أما إذا نظرت إلى أهل الأهواء والبدع رأيتهم متفرقين مختلفين أو شيعا وأحزابا لا تكاد تجد اثنين منهم على طريقة واحدة في الاعتقاد، يبدع بعضهم بعضا بل يرتقون إلى التكفير، يبدع بعضهم بعضا بل يرتقون إلى التكفير، تراهم أبدا في تنازع وتباغض واختلاف، تنقضي أعمارهم ولما تتفق كلمتهم أو تتفق كلمتهم تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى، ذلك بأنهم قوم لا يعقلون. طيب، قالوا: أهل البدع أخذوا الدين من المعقولات والآراء فأورثهم الافتراق والاختلاف، فأورثهم الافتراق والاختلاف، اصلوا درجة التكفير فيما بينهم، فكيف بغيرهم، فكيف بغيرهم. ده شنو؟ ده كده. واسف صدق انه أوكر آداب، أنا أوكر آداب كافر يعني، كافر بالله، في كافر بيقول وحدوا الله وعظموا الله وإلى آخره، يا ناس ما تنادوا غير الله وما مو إلى آخره، ويبين الكلام ده يفصل فيه، يقول أنا ما قلت غير الله أكبر من الله أو الله في حاجة أكبر يعني منه سبحانه وتعالى أو كلمة بهذا المعنى. أي نعم، جزاك الله خير. والمسألة دي ذكرها برضو دي في مقطع، قال: نحن ما بنحكم على الشخص بعينه، ما بنعينه بأنه كافر، ده ما شغلنا، ده شغل الحكومة، ده حكم الحكومة، مش قال كذي؟ قال: نحن بنقول كفر، هسي البرع إذا بنقول ده كفر، لكن ما بنقول كافر. الحكومة هي اللي بتقيم عليك الحكم بتاع الكفر عينا كده، عشان كده نحن الآن نتكلم عن البرعي بنقول البرعي قال كده والكلام ده كفر، وفي فرق بين نقول لك الكلام ده كفر وبين البرعي شنو؟ كافر. ليه؟ لأنه عندنا إقامة الحكم التكفيري على التعيين دليل الحاكم، أما كافر هو تعيينا أنت ما فهمت ولك كفرته، يا أخي أنا قلت الكلام ده كفر أنت ما بتفهم، أما تكفير هو فلان ده كافر دليل أن تقول ودي الحكومة كده، وقول لها يا حكومة الزول ده قال كده كده، إذا وافقتنا الحاكم يقول لك أنت كافر، طبعا قال الزول ده فلازم أنا بكون بعد كده برهان، لكن ما كفرته تشيل مسؤوليته، فلازم تفهم أنت الكلام بتاعنا، إذا ما فهمت الأشياء دي أنت بتتهمنا بالباطل، فده المنهج. أما التكفيريون الخوارج هم اللي بيكفروا الزول على التعيين وعلى التعميم، يقول لك ده كلهم كفار وده كافر وده كافر، ده منهج بتاع الخوارج. طبعا هو انت ما بتعرف اكثر منه، معليش ما يت... لكن كثير من الناس او انت وفلان ما بعرفوا اكثر منه. مصطفى ده طبعا زول هو بحاول يستخدم عقله في مواضع لكن بينكشف. شوف الزول ده ما قال انا ما قلت البرعي، ما قال شنو؟ ما قال نحن ما بنقول ما بنكفر البرعي. شوف ركز في كلامي ده كويس، ما قال نحن ما بنكفر البرعي، قال نحن ما بنقول البرعي كافر. فرق بين انه ما بتقول للناس البرعي كافر، وفرق بين انك ما شنو؟ ما بتكفره. هاي دي قالها في شنو؟ الملأ، لانه براه كذب. سالته قلت له البرعي كيف؟ لك كافر ترابي، كافر كبير بيقولها كذا، البرعي كافر ترابي، كافر كبير، قال في بيت اخينا احمد بن تيميه مره مشينا فطرنا سلمين، والبرعي كافر، ما بيتنا انت ولا ما كافر؟ كافر. نحن دي ما ملاوزين منا، ليه كفرتوا ذا المعين وذاك ما كفرتوا؟ لأن البرعي فعل اشياء ونقض اشياء معلومه من الدين بشنو؟ بالضروره، اشياء معلومه من الدين بالضروره، غير الله بيخلق وغير الله والى اخره. طيب، فيكفر آداب بالمحتمل
والحق فيه أوضح من الباطل. يصرح كافر مرتد، أنا ضحكني قال لا يرث ولا يورث ولا يدفن في مقابر المسلمين. أن هذا الداعية كافر مرتد خارج عن الإسلام، ولا يرث ولا يورث ولا يدفن في مقابر المسلمين. الله يطول عمره، كان مات أنا بجيب أستاذنا أبوه ولا ندفنه في الفتيحاب شخصيا. يا معقولة يا أخي؟ ده كلام باطل جدا، والله الذي لا إله غيره قال لا يرث ولا يورث ولا يدفن في مقابر شنو المسلمين، تجاري للورثة. لا وقر ترز منه شنو، أنا ذا عارف ترز منه شنو ذاته، زول لا يا أستاذ وماشي وجاي الله يتقبل منه. طيب قال بعد ذلك قال دي من صفات الخوارج تكفير المعين، من صفات شنو الخوارج أنهم يكفرون شنو المعين على الإطلاق، أو يكفرون المعين. أما التكفيريون الخوارج هم اللي بيكفروا الزول على التعيين وعلى التعميم، ولقد كلهم كفار وده كافر وده كافر، ده من أجل بتاع الخوارج ده. وإنت طيب وكت من صفات الخوارج تواقع فيها ليه؟ أنت كفر زول معلوم كفر معلوم من الدين بالضرورة، أو زول أقيمت عليه شنو الحجة. طيب العنصر الرابع، أنا ماذا أطول على الناس، لكن الرجل له كلامه كثير، معليش أخطاءه كثيرة جدا وباطله كثير وانحرافه كثير، وأنا والله أتعجب من الناس اللي بيسمعوا له والناس اللي بيدافعوا عنه. لكن الذي يزيل العجب أن الذي يضل الناس ويهدي الناس هو الله سبحانه وتعالى، وأن القلوب بيد الله سبحانه وتعالى، ونحن استفدنا فوائد، من أبرزها أننا استفدنا فائدتين، وعليكم أن تستفيدوا هاتين الفائدتين. الفائدة الأولى أن الذي يرفع والذي يخفض هو الله سبحانه وتعالى، وأن الذي يريد الرفعة بالحق لنشر الدين عليه بأخذ الدين بالحق. الفائدة الثانية أن الواجب علينا أن لا نتعلق بشخص أبدا من الدعاة إلى الله سبحانه وتعالى ممن نعايشهم ونعاصرهم ونعاصرهم، ما تتعلق بشخص وما تتحزب لشخص وما تحب لك زول لما تقدم محبته وتقدم قوله على الحق وعلى كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هس الكلام ده أتباعه لما تقعد الواحد براه برضاه، كذا قعده براه وقل له توب إلى الله وراجع ضميرك وحاسب نفسك واتقي ربك، الكلام ده بترضاه بتعتقده إنت؟ لكن المحبة العمياء صلاح جودة أيوب موسى أحمد عباس مجموعة ماشيين معه هناك قاعدين كتار هناك لافين وماشيين وجايين، وفي المعهد في شباب استقاموا جديد خشوا غلط غلط الله يمرقون، ديل فيهم خير بيمرقون والله الذي لا إله غيره، واحدين يحبوه يدافعوا عنه، واحد في سنار شباب ماشيين كويس في خير ووصلوا درجة يتكلموا في الحلقة وعملوا حلقة وإلى آخره شغالين دعوة تمام. جاءون واحد اسمه صلاح حمدته، عشان تعرف الجماعة دي فيها ضلال عجيب مرة واحد، يا يكتموا الحق وما يتعاملوا بالموقف الشرعي زي موقفهم محمد مصطفى ده، يا إما بعضهم يؤيده حتى في هذا الباطل. أسنى صلاح جودة ديل ويوم موسى حتى في المسألة دي مؤيدينه، مسألة السلطة الخالف فيها مؤيدينه وأصلوا له. طبعا الكلمة دي بتحرق شديد وأنا بقولها تاني الله يتقبل إن شاء الله، الله يديني فيها 10 حسنات. أصلوا له براء ويوب قال لي أنا قلت له الشيخ كان قلت الصحابة اقتتلوا في السلطة كذي، دي ما صحيحة، لكن في صفين صحيحة. دي شنو دي؟ ده ضبطي في الكلام ولا ما ضبط؟ وعملوا محاضرة وأصلوا لكلام محمد مصطفى. طيب
وداك برضه صلاح يقول لك في صفين، هاي هسه انا بذكر لك كلام الفوزان في صفين، كلام الفوزان في صفين، تاخذ كلام الفوزان ولا كلام ديل؟ طيب فالنازل بتاعين لخبطه. داك صلاح حمدته سالوه قال له وعم مصطفى قال الصحابه اقتتلوا في السلطه يا شيخ صلاح انت رايك شنو؟ قالوا شوف الجواب كيف. قال بيجيكم بعد ايام يا نجمتوا يا نجمكم، بس ده الجواب. اصلي ده جواب واحد طبعا مريض قاعد اسمه عدلان ولا عدنان عدلان، قام شايل لي كم ورقه دي لا في بيها. وقالت اللجنه الدائمه كلام محمد مصطفى في النقطه دي صح، انا عندي فيها بحث كلامه صح. شايل لي كلام الفوزان ما من اللجنه الدائمه، اللجنه الدائمه كلها وشيخ الاسلام ابن تيميه ايهما يقدم في العلم عند اللجنه الدائمه؟ اللجنه الدائمه ذاته بيرجعوا لمنه؟ شيخ الاسلام ابن تيميه. واللجنه الدائمه علماء نحترمهم ونجلهم، لكن لو وقفت اللجنه الدائمه بيجاي وحاشاهم ذاته يضعهم في الصحابه، لكن لو قالوا الكلام ده كلام باطل. قال لكم انا لو وقفت اللجنه الدائمه والائمه الاربعه وائمه التابعين كلهم والجماعه كلهم نكفوا بيجاي ومعاويه وقف لك بيجاي، قال لك والله انا ما قاتلت دائره السلطه. تصدق منه؟ تصدق معاويه ولا تصدق ذيل؟ صدق معاويه رضي الله عنه. كذا انا بجيب لك وبجيب لك كلام معاويه رضي الله عنه. طيب قام عدلان ده قام لخبط داري لخبط راس بعض الشباب زول فاشل طبعا يا اخي، عشان محمد مصطفى تطعن في الصحابه وديلك الباقين تطعن في الصحابه واعتمادا في غي وهم يرون غيه. صلاح جوز عامل فيها شجاع، رد سلسله في الرد على الشيخ ربيع وجنبك ده محمد مصطفى تشكر قد طعن فيه بعض الناس ولم يعرفوا قدره، لم يعرفوا قدر محمد مصطفى ورد على منه شيخ ربيع. شوف الزول ده على جنب. طيب ده انا بجيك له، ده ما تضيع زمنك معاه كثير لان احنا مش صنفنا من البدايه راس ولا شنو ذنب، ده ما تضيع زمنك معاه كثير، ده بجيك له وبوريك تناقضه في الرد. انا ناسي الكلام ده، خلينا في محمد مصطفى وديل بنديهم كشة عامة بسيطة كده ابشات بسيطة. طيب التناقض ده العنصر الرابع من عناصر المحاضرة، واحد من تناقض محمد مصطفى عبد القادر، واحد مسألة الحلبي. والله إذا اضطرب فيها اضطراب وتناقض فيها تناقض عن الكلام. المقطع رقم واحد جايبينه بيتكلم وراه مشمع كذي زي بني ولا شنو، المهم لون زي كبدي ولا شنو حاجة دي. هاي قال مزمل جاب لي مقطع صورة وصوت أو صوت للحلبي وقرأت له كتابا وكان من تلاميذ الألباني، ثم لما قرأته ثم لما أتاني مزمل ابننا مزمل جاب لي مقطع عرفت أن الرجل تغير وأنه ليس بسلفي وأنه من جماعة الإخوان أو أنه من الإخوان المسلمين الذين يثنون على حسن البنا وعلى محمد حسان. الحلبي ده أنا كان قريت له كتاب والله ومع سوداني أردني، قريت له كتاب كان من تلاميذ الألباني، لكن تبين لي بالأمس امبارح الشباب أو امبارح الأخ مزمل جاب لي مقاطع صورة وصوت وكتاب للرجل، وجدت أن الرجل قد انحرف عن المنهج وده عادي بيه. يعني قبل منك بعد ساعتين تلقاه تغير زمن بتاع فتن نعم شو عرفت انه تغير وصار وكشف عن هويته، وعرفت انه ليس بسلفي وانه من جماعه الاخوان المسلمين الذين يثنون على حسن البنا ويثنون على محمد حسان بالاضافه الى اباطيل كثيره اخرى. انت فاهم كلامي؟ ده كلام منه ام مصطفى. بعد فتره اختلف مع شنو؟ مع الشباب. وبعد ذاك الحلبي جاء ونزل عند الإصلاح وهم طلع بيان
في التحذير من شنو؟ من الإصلاح. وعنده محاضرة في جبل أولياء لغاء لأنها حقت منه الإصلاح. وأحذرك من هذا المنبر أن تنتسب إلى هذه الجماعة، جماعة الإصلاح، لأنه مترئسين جهلة. دل إخوان مسلمون ومنهجهم منهج منحرف، ونحن نرد عليهم ما يقبلوا ذلك. عشان كده حتى اختلفوا مع شباب ناس مزمل في الحتة دي. بعد ذاك جاب الحلبي وقعد معاه في مكتبه، وقبليه ولا بعدها طلع مقطع. المهم بعد اختلف مع الشباب، قال شنو؟ قال الشيخ الحلبي: الرجل من علماء أهل السنة ومن الثقات عندي، وبجيبك انت يا عزبي يا مزمل وغيره تقعدوا معاه انت والعصابة معاك، يجهلكم بلغة العرب. قال دعم منه الحلبي، الرجل اللي هو الشيخ الحلبي حفظه الله، رجل من الثانيين يا عزبي يا شماش، رجل من علماء أهل السنة ومن كبار الثقات عندي، عرفت؟ الحلبي ده عالم كبير ثقة عندي. انت وانا بقول للعزبي وجماعته اذا انت راجل ما تقول الحلبي، يوم الحلبي يجي يا عزبي انا بلمك معه في مكتب ده، ابقى راجل تعال يا عزبجية يا شماشة، يوم الحلبي يجي انا بقدر اجيبه لك هنا في مكتب الاجتماع ده، بجيب لك الحلبي وتعال بالعصابة بتاعتك كان ما جهلك بلغة العرب تعال قابل دي. طبعا شاف كلامه شين، هناك كذي وهناك كذي، قال يا جماعة أنا ما تقولوا شغلة دي اضطراب وكذي، العالم ممكن في الجرح والتعديل، قال في الجرح والتعديل للأمانة، لما قال في الجرح والتعديل قال ممكن يجرح بعد ذاك يتبين له خلاف الجرح شنو يعدل، وممكن يعدل بعد ذاك يجرح، إلا منو؟ الصحابة، فإنهم جميعا شنو؟ عدول، لا يقبلون شنو؟ الجرح. إلا الصحابة فإنهم جميعا عدول لا يقبلون شنو؟ الجرح. ما من عدل إلا وهو يقبل الجرح، وما من مجروح إلا هو يقبل شنو؟ التعديل. قال إلا أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم فإنهم كلهم عدول. دافع عن نفسه. بعدها في المحاضرة في الإصابة، هاي أنا دار أجيب لك الكلام، في محاضرة الإصابة سواء كانت قبل هذا المقطع أو بعده، هي المحاضرة قبل المقطع، قام قال فيها شنو في المحاضرة عشان تشوف الرمية إنه زول لا الله رماه، كون تكون قبلي ولا بعده ما مشكلة، لأنه كلامه ما غيره، لو غيره كان ممكن تقول شنو قبلي أو بعده بتأثر فيه. فهو قبل المقطع ده أو بعده، المقطع الثاني اللي قال فيه الحلبي شنو عالم من أهل السنة وعندي من الثقات، قال في محاضرة الإصابة قال طبعا الشباب ديل بيناقشوا الشعبيين، والشعبيون بيقولوا الكلمة دي، صحابة اقتتلوا في شنو؟ بالسلطة، والكلمة ما فيها شيء، اتلفت بإجابة قال والكلمة ما فيها شيء، الصحابة اقتتلوا في السلطة والكلمة ما فيها شنو؟ شيء. بعد سنوات قليلة الصحابة كتلوا بعض فوق الكرسي على كرسي السلطة، ما عارفين يا اخوان؟ لانه طبعا الشباب دايرين يتعلموا يناقشوا مين؟ الشعبيين، والشعبيين بيقولوا اختلفوا في السلطة وخافوا من الكلمة دي، والكلمة ما فيها شيء. جاء في مقطع، تلقى المقطع ده برضه قبلي ولا بعده ما بتعين لأنه ما تراجع منه. قال وفي كادوك أكثر من السلطة. وبعدين في كادوك أكثر من السلطة والثروة، في والشعبين بيقولوا اختلفوا في السلطة وخافوا من الكلمة دي، والكلمة ما فيها شيء. وبعدين في كادوك أكثر من السلطة والثروة، في كادوك دي كلمة بتاعت مدح ولا ذم؟ ذم صح ولا ما صح؟
والصحابة ما يقبلوا شنو؟ جميعا ما يقبلوا شنو؟ الجرح. ولأنه ديل بيناقشوا الشعبيين، والشعبيون في النقطة دي الكلمة دي بيقولوا الكلمة دي، والكلمة دي ما فيها شنو؟ ما فيها شيء. كده انت شوف الكلام ده ما بلخبط راسك، دي مش لخبطة يا جماعة، والله الذي لا إله غيره. تراب يا أخ بينبذ الصحابة عديم، تبي تقول الشعبيين زاي؟ تراب يقول، تراب يقول اتكاتلوا في الكرسي، وهم المؤمنين زوجة ذات جاءت قال والكرسي وما الكرسي. ذاك نبذهم طبعا لما مات، ذاك ذاك شغلته عليم ربه بعدين، والله الذي لا إله غيره. توافق الشعبيين في النقطة دي، وانت عارف الشعبيين قالوا شنو؟ طيب هاي انت فهمت التناقض وين؟ التناقض جرح وجا عدل. ايوه في تعديله ده ذكر شيء كلام يتناقض فيه، اللي قال الصحابة عدول لا يقبلون الجرح الا اصحاب النبي صلى الله عليه واله وسلم فانهم كلهم عدول. وبيغادي قال الكلمة دي ما فيها شيء. والشعبين يقولوا اختلفوا في السلطة وخافوا من الكلمة دي، والكلمة الكلمة ما فيها شيء. وبيجاي قال وفي كادوك أكثر من شنو؟ من السلطة. وبعدين في كادوك أكثر من السلطة والثروة في ده تناقض رقم واحد في المقاطع الأولى. تاني نمش قدام، بعد جرح الحلبي وجا عدلوا، تاني مشى للرضواني، قام الرضواني بقى يتكلم في الحلبي في البصيرة ما شفتها، ومحمد مصطفى ماله قاعد وده يتكلم في شنو؟ في الحلبي. كذا يا جماعة ذي لما كيف الزول هناك يقول كلام وهنا كلام وبيجاي كلام، ومعاه الشباب يبقى وراه الشباب يقول كلام، بيغادي وراه جماعة يقول كلام تاني، ده شنو ده؟ وتجي بيجاي تقول كلام وليديل تقول كلام. يا أخي ما بتخاف من قول الله تعالى ويقولون طاعة؟ فإذا برزوا من عندك بيت طائفة منهم غير الذي تقول والله يكتب ما يبيتون فأعرض عنهم. طيب كلام بيجاي وكلام بيغادي ولخبط، ده رقم واحد من التناقض في الحلبي. اثنين، والحلبي ده العلماء حذروا منه، حذروا منه، نازل بيقول لك انتوا تضعنوا في العلماء، تسيئوا للعلماء، انتوا العلماء 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 الى اخره. ياتون العلماء بتاعينك ديل السيدة ده شايفينه من علماء هذه البلاد، كذب وجهل وتكفير وتناقض. ولسه جايك اصبر لي شويه. طيب والعلماء تكلموا في الحلبي، احمد النجمي شيخ ربيع بن وادي المدخلي تكلموا فيه، عبيد الجابري محمد ابن هادي المدخلي. والحلبي قد ملأ الدنيا بالصريخ بالصراخ والضجيج، والسؤال عنه يتكرر فنحن نجيب عليه، فإذا سئلنا أجبنا، لا يجوز لنا أن نكتب. والحلبي إلى الآن ما تبرأ إلا من وحدة الأديان في رسالة عمان، والقول بحرية الأديان وأخوة الأديان ومساواة الأديان ووجوب التحاكم إلى الأمم المتحدة ما رجع عنه ولا بحرف، ويمدح صنوف المبتدعة من المتحزبين، محمد حسان سلفي وعدنان عرعور سلفي والمغراوي سلفي وفلان سلفي، وهؤلاء قد تكلم فيهم العلماء وتبينت أباطيلهم وهو لا يزال إلى الآن يدافع عنهم، بل إلى المظاهرات وهو يمدح محمد حسان. ومجموعة من العلماء ومن المشايخ ردوا على الحلبي وحذروا من الحلبي. طيب اثنين، التناقض الثاني، اسمع الكلام ده كويس. قال في المقطع، قال في واحد من المقاطع، نحن عندنا الشرطي بمثل الحاكم. الشرطي بمثل شنو؟ الحاكم. ده ناس الامن، ناس الامن طبعا، ده الناس بيمثل الحكومة ولا بيمثل الحاكم؟ نحن عندنا الشرطي بيمثل الحاكم ولا بيمثله؟ بيمثل الدولة. واحد، في مقطع ثاني قال فيه داير تنصح الحاكم تمشي له في المكتب. الحاكم ده ما بينصحه نصيحة عامة في المنبر، قال تمشي له في المكتب. داير تنصح الحاكم، هاي
امشي له في المكتب بحديث عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما، ده في كتاب السنه لابن ابي عاصم بالاسناد الصحيح وفي غيره، النبي صلى الله عليه وسلم قال: من اراد ان ينصح السلطان فلا يبدو علانية، ما تنصح الحاكم علانية، قال فليخلو به، يخلو به ده تنصح الحاكم أي لأي قضية هلا فيها، فليخلو به، تمشي الحاكم محل قاعد. قام بعدها قال طلع رد على الوزير، رد على الوزير قال: أرد على معالي وزير الإرشاد. وبعدها قال: أتحدى معالي الوزير في الميكروفون وفي المنبر. وقال له: ما تقول لي يا معالي الوزير في موضع برضه. رد على معالي وزير الإرشاد، وليس ذلك يعتبر من جنس الخروج على الحكام كما يعتبر بعض الجهلاء من العصبجية السفهاء ومن سار على نجيم. سيادة الوزير أنا داير أعرف ما هو السبب، ما في مبرر، الكلام ده ما عنده مبرر. أتحدى معالي الوزير وكل صوفي، أتحدى معالي الوزير وكل صوفي، أتحدى معالي الوزير وكل صوفي. النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أراد أن ينصح السلطان فلا يبدو علانية، ما تنصح الحاكم علانية. ما هو رد معالي الوزير في هذا الكلام؟ اوعى تقول لي يا معالي الوزير ده متسوق، ده تقدم نصيحه هاي للحاكم، هاي ما خطبه جمعه، تمشي له في المكتب. وقال الشرطي بمثل شنو؟ حاكم. وقال الحاكم تنصح وين؟ في مكتبه. ده تناقض يا جماعه ولا ما تناقض؟ وخروج واضح ولا ما خروج واضح؟ طيب، واتباع للهوى. المقطع الثالث اللي تناقض فيه محمد مصطفى عبد القادر هو الموضع التالي. تناقضات عجيبه، زول الطرب والله مما وقع في الصحابه. شفتها؟ مارقت لي القديم والجديد. بقى بس شفتها؟ لا في ما عارف يقبل وين، يمش بجاي يشتم، يجي بجاي يقول كلام، بعد شويه ينقض الكلام، بعد شويه يتم حليفه، بعد شويه الحليف. يا زول اقعد توب، اقعد براك كذي، يا زول ما بتخاف من الموت؟ القيامه بتخاف منها؟ اقعد كذا روق شويه مصطفى، روق كذا شويه، اقعد كذا اركض بالراحه كذا، اقعد وحاسب نفسك وتوب الى الله سبحانه وتعالى. قول الصحابه دي انا ما لي عملوا لي شنو لي، يا بنبزوا الكلام اللي بعمل فيه ده انا شنو؟ ما تتوب وترجع الى الله، الدنيا دي قصيره وصغيره بتموت والوراء ما يتوبوا. طيب قال في التناقض رقم كم؟ ثلاثه. يلا تعال شوف التناقض رقم ثلاثة قال فيه شنو. قال في المقطع الأول قال: أنا أشهد للشباب ديل، يعني مزمل وأبا بكر وأحمد عباس. طبعا أحمد عباس ده يبقى معاه، طيب، أو واصل معاه، فآثره على الحق واختار صحبته واختار ألفته على الحق وعلى أهل الحق. المهم والحق نحن ما محصور فينا، لأنه الشغلة دي وبعض الناس دارين يحصروا النزاع بين شباب وبين محمد مصطفى، علماء كبار ردوا عليهم. قال: ديل شباب متحمس للعلم، عليك الله اسمع الكلام ده كله، ديل شباب متحمس للعلم وبعدين فيهم خير ويعملون في نشر التوحيد ومحاربة البدع، وأنا لعلمتهم المنهج ده، كيف أخليهم؟ وأنا أشهد لهؤلاء الشباب، أعني مزمل وأبو بكر وأحمد عباس وبعض الشباب نسيت أسمائهم، ده الشباب متحمس للعلم وبعدين فيهم خير ويعملون في نشر دعوة التوحيد ومحاربة البدع، والمنهج ده أنا الذي علمتهم إياه. هؤلاء الشباب هم تعلموه مني وما زالوا يعملون، فكيف اتخلى عنهم؟ في سؤال تخلى عنهم. الشباب ديل ناس مزمل، وديل اولادي تلاميذانا وقاعدين معايا بيقروا معايا في المجمع هنا، وانا بدعوك من المنبر ده تلتحق برقم هؤلاء الشباب. فهمت الكلام ده؟ ده ثناء يكاد يكون منقطع شنو؟ النظير.
جاء المقطع الثاني اختلف مع الشباب، قام قال شنو؟ قال أنا والله لحليفته، قال أنا والله من جاني العصبي ده، من جاني العصبي ده معناه شنو؟ شوف الكلام ده بيتناقض كده. قال من جاني العصبي ده بدري، يمكن قبل 8 سنة، قبل 8 سنة، وجاء اتلصق فوقي. أنا عرفت داير اشتهر، ما داير علم هو ذاته، والله أنا شكيت في نيته، وإنت خبيث وإنت مجرم. أنا والله من جاني العصبي ده بدري، يمكن قبل أكثر من 8 سنة، وجاي اتلصق فوقي. أنا عرفت داير اشتهر، ما داير علم هو ذاته، والله أنا شكيت في نيته، وأنت خبيث وأنت مجرم. الكلام ده يا جماعة الكلام ده بتوافق مع الأول ولا بتناقض؟ خبيث ومجرم، وهناك ويعملون في نشر التوحيد ومحاربة البدع، وبعدين فيهم خير ويعملون في نشر دعوة التوحيد ومحاربة البدع. وقبلية ديل شباب متحمس للعلم، وبعدين فيهم خير واسي خبيث وشنو؟ مجرم. طيب بعدك بعدتنا عليهم، قال هنا دي، قال والله أنا والله من جاني العصبي ده بدري، يمكن قبل 8 سنة، وجاي يتلصق فوقي. أنا عرفته، يعني عرفته شنو؟ بدري. أنا عرفته داير يشتهر، ما داير علم، ما داير علم. أنا عرفته داير يشتهر، ما داير علم ذاته، والله أنا شكيت في نيته. وهنا هنا قال متحمس للعلم، ده الجواب متحمس للعلم. والله الكلام ده عجيب خالص. قال ما داير علم ذاته، والله أنا شكيت في نيته. قال وقد كشفك الله لي ومسحت بك الأرض، ومسحت بك شنو؟ الأرض. ها اللي بتمزح منه العلي سبحانه وتعالى، أنا ماذا نقع في الوقع فيه هاي. طيب الكلام ده يا جماعة، الكلام ده يدل على تناقض الرجل، ويدل على إما أنه كذاب أو أنه خائن للدين. يا كذاب ما كان عارف، لأنه أثنى عليهم، ما قال أنا عرفت داير يشتهر، ما داير علم، وقال الكلام ده بدري قبل 8 سنوات. يا إما ما كان عارفه واسي حلف قال كنت عارفه، ده كذب ولا ما كذب؟ كذب. يا إما كان عارفه وبعد ده أثنى عليه، ودي خيانة للمسلمين ولا ما خيانة؟ خيانة للمسلمين. واحد من اثنين، اختر لنفسك يا محمد مصطفى. طيب المقطع أو الموضع الثالث اللي فيه تناقض مع مصطفى، وده ذكرناه قبل، اللي هو قال الصحابة كلهم عدول، وجا شنو؟ التناقض اللي قبل ذكرناه فيه. طيب الموضع الخامس الذي يدل على تناقض محمد مصطفى عبد القادر، قال أو الرابع قال العصبجي، قال بعد الشباب حضروا محاضرتي، مشى عمل محاضرة، محاضرته الإصابة، قال بعد مشى عمل محاضرة، بعد ذاك أشر عليه بعض الناس، بعضهم في المهندسين وبعضهم في شنو؟ مهند منو ومهنى وفلان وفلان. قال بعد العصبجي قال وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها ليمكروا فيها وما يمكرون إلا بأنفسهم وما يشعرون. قال لي يا عصبجي يا ابني الآية دي في الكفار، أنت جبتها في الجماعة دي. فلما جو حضروا المحاضرة وشافهم في الهناية، رد عليه العصبجي ده قال ده جماعة الإصلاح، ذاك منو مهندس، وذاك واحد اسمه ما عارف مؤمن، وكذلك جعلنا في كل قرية الأكابر. يا أخي حقوم الكبير أنت بتكفرهم ساكت، ده من الإصلاح، وجاب لهم الآية، الآية دي يا ابني للكفار. هل مزمل كفرون؟ هل كفرون؟ وقبيل ذكرنا كلام أبي القاسم، ذكر آية المنافقين تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى، والكفار ذكر في منو؟ في أهل البدع. هل يلزم تكفير ولا التشابه؟ مش التجابه؟ طيب دي واحد.
ومزمل ما قال ذي الكفار، نازل ما قال كفار. تعال شوف محمد مصطفى، شوف التناقض بتاعه. محاضرته ذاته دي بتاعت الإصابة بدأ بقوله تعالى، قال في شباب روجوا لهذه المسألة، صحابة اقتتلوا في السلطة وإلى آخره، وأنا سبيت أو روجوا للمسألة دي، قال روجوا لهذه المسألة يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره، وفي آية ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. الآية الأولى ما فيها ذكر شنو لفظة الكافرين، وهي تتضمن الكافرين وتتضمن غيرهم ممن يشابههم في الإجرام، ودي صرحت بالكفر. قام قال لا يدي في الكفار والمنافقين ومن سار على نهجهم، ومن سار شنو على نهجهم. حقيقة هؤلاء الناس الذين روجوا هذه الإشاعة والذين كان لهم أثر كبير في ترويج هذه الإشاعة المغرضة الخبيثة التي حاول أصحابها أن يصدوا الناس عن سماع صوتي وهيهات، لأن الآية واضحة، الآية التي ابتدأت بها المحاضرة واضحة، يريدون ذل الكفار والمنافقون ومن سار على نهجهم وإن ادعى أنه من أهل السنة. طيب أنت اللي بيخليك اللي بيسوي غليك تورد النصوص في هذا الموضع، والذي يجعل غيرك لا يورد النصوص التي تشبه هذا الموضع ويورد النصوص التي تشبه ما أورد فيه النص، اللي بيسوي غليك ويمنع ذاك شنو؟ الهوى والتناقض، والله الذي لا إله غيره. الموضع الذي بعده الزول ده بينتقد الإصلاح، أما مصطفى بينتقد شنو؟ الإصلاح. بيقول الإصلاح بيتعاملوا مع السرورية مع أهل البدع، وبينتقد الإصلاح مرة انتقدهم في المطوية، قال المطوية دي توزعت في شنو؟ في صيوان تاع الأسبوع، قال إلى مشايخنا الصوفية، وانتقد شنو؟ الإصلاح. هذه المطوية وهو يقول بأنه هي توزع في جامعة الخرطوم في معرض لجماعة أنصار السنة المحمدية جناح الإصلاح، ووزعوها داخل المخيم وأقر جماعة أنصار السنة جناح الإصلاح هذا الفعل، وده كله تلبيس للحق بالباطل. أنا بعتبره ده كله في النهاية لف ودوران، سواء كان من جماعة أنصار السنة جناح الإصلاح الذين هم قد يقرون هذا من عبر التنظيم بتاعهم الذي يقول بمشاركة المبتدعين والتعاون معهم وإلى آخر من فتاوى وجدتها عبر تنظيمهم في النت، وده كلام باطل والحقيقة تقال أيا كان. فده بيتكلم قال داري حرب الشيعة وبمجد بالصوفية، معقول ده يقدم دين؟ ها؟ وربنا قال ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. والمركز العام جاب مرشد السمانية وين؟ في المركز أو في موضع، وصلوا الصوفية شنو؟ في موضع كباش، وانتقدون ما انتقدون، دي حزبية ولا ما حزبية؟ ده اضطراب وتناقض منك ولا ما تناقض يا محمد مصطفى؟ انت نقدت ذي اللي وقلت ذي اللي بيتعاونوا مع أهل البدع، طيب المركز العام ما بيتعاونوا مع أهل البدع؟ بيتعاونوا ولا ما بيتعاونوا؟ كلهم بيتعاونوا، الناس دي شبكة في النهاية بيتعاونوا مع أهل البدع. طيب الموضع السادس، محمد مصطفى رد على محمد حسين يعقوب في مواضع، من ضمنها في محاضرته التي كانت في جهة السامراء مسجد طندب ذاك، اللي هي محاضرة بعنوان الإخوان المسلمين، كلام زي ده منهج الإخوان المسلمين إجرام، يتكلم في الإخوان المسلمين، وانتقد محمد حسين يعقوب ووصفه بأنه من الإخوان المسلمين. يا محمد حسين يعقوب برضو يا جماعة
جماعة بتاعتهم والله ما شبكة واحدة وبيصير لك السلفية وهذه ليست سلفية والعنده كلام يجينا أنصار سنة أنصار جن تعال قابلنا تعال ورينا الأدلة والهواري يثني على منه محمد حسين يعقوب أما محمد حسين يعقوب فأنا عندي قول واحد هو سلفي وكل من طعن فيه ما طعن فيه بحق لا يعرف الرجل وهو يصف الهواري بأنه بأن الهواري حبيبه دكتور الهواري أم كيادة لأسنى الهواري أسأل أي دور غير العقبلية المعاون الثمانة والتسعة والعشرين فضل أسأل أنت بيقول يا سلام رجل ويكفي أنه رجل دكتور وأنت دول عقبلية ساكت دول يا أخي من خيرة الناس عندي ومن خيرة الأحباب ومن خيرة العلماء يا أخي كذا انت شغل هذه لين مالك ده مبدعه وبينقد الجماعه كلها بانها بتتعامل مع السروريه وانهم شنو ما بيرضوا الكلام في ده تكلموا في بعض المبتدعه مثل حسين يعقوب محمد حسين يعقوب محمد حسان والله صحيح بعض الرجل على البدع باجتهادهم ولهم حق وعندنا الدليل واحذرك من هذا المنبر أن تنتسب إلى هذه الجماعة جماعة الإصلاح لأنه متريسينها جهلة وفي النهاية اتبنوا ده ما يدلك على أنه الشغلانة دي فيها نظر وأنا أحذر من هذا التنظيم أو اتبنوا المذهب السروري عبد الحي ما 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 قريب مننا وما مبتدع ومدثر والهواري ما بيرضى الكلام في محمد حسين يعقوب وبيثني عليه وبرضو حبيبه دي بتتلمى يا جماعة الشغلة دي ده تناقض يا محمد مصطفى كده أصبر لي لسه طيب ده التناقض السادس العنصر الخامس قبل الأخير ده عبارة عن تعليق لكن الخامس وهو الذي دمر محمد مصطفى بعد هذه الأشياء وقبلها وهو سبه لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا صب الصحابة سباهم والسب فيه الانتقاص وانتقص من قدر الصحابة في كثير من أنصار السنة بقول لك الزول ده ما سباهم الزول ده غلطان لكن ما سباهم أو ما قصد شنو يسبهم وده ما سب للصحابة ده ما سب للصحابة ده شرح الكبائر والشرح ده جايبين الكبائر اصلا للذهبي وجايبين شرح ابن عثيمين عليه جايبين مواضع ابن عثيمين بيشرح في احاديث وفي نصوص وفي اشياء جابوها شرح لشنو للكبائر صفحة 409 قال ابن عثيمين نقل هذا الكلام من قال ذكر معنى ذلك شيخ الاسلام تيمية في كتاب الصارم المسلول قال ابن عثيمين قبل ذلك قال سب الصحابة على ثلاثة أقسام سب الصحابة على ثلاثة أقسام عشان تاني ما يجيك حزب يدافع ساي ولكن احنا هم نسب الصحابة والزول ده ما قصده يسب الصحابة والزول ده ما سب الصحابة وده ما سب للصحابة لأنه الزول ده بقول الصحابة أحسن ناس ما والله قال لك ولا تلبسوا الحق بشنو باطل انت تقول هنا احسن الناس بعدها تقول اتكاتلوا في السلطة والله قال انا خليت الشيخ خلاني قال لانه انا بسب الصحابة بسبهم كيف قال قلت الصحابة بحبوا الدنيا ويقتتلوا في السلطة ده سب وانا اتحدى الكرة الارضية كانوا بيشتغلوا للدنيا منهج عليك الله الكلام ده ما تناقض ده ذاته تناقض تقول احسن الناس هسه انا اقول الزول ده زول والله زاهد زهد دنيا دي ما عنده لا اي شيء مع شويه اقول والله ده قاتل الوزير الفلاني في السلطه وقد يكون فيها حظ من الدنيا اقول هم زهاد وقد يكون فيها شنو حظ من الدنيا وهون افضل ناس ويتكاتلوا في شنو في السلطة يا اخي ده تناقض ولف ودوران طيب
قال ابن عثيمين ودرد على الحزبيين اللي بيدافعوا عنه بعض الحزبيين، وكلهم النازل لو اتخذوا معه الموقف الشرعي لكان أولى بهم وأولى لهم وخيرا لهم، لكن ما أعرف أنا بخافوا منه، ما بهمون الموضوع، ما يعني الهواري الناس اتكلمت في الإصلاح، قالوا التعاون مع البدع ما بجوز، والإصلاح ده كونه عملوا مؤتمر وعاونوا فيه على البدع لدفع الشيعة كلام ده باطل، وده بجينا إن شاء الله في موضع الهواري هاج وزعل ودافع ورد على الشباب وقال هؤلاء صبية. أو دم أنصار السنة الذي رد فيه عن الشيعة وقول القائل هذا باطل، أنا أقول وش هذا إيش؟ عشان يتكلموا في شنو؟ الإصلاح. طيب دم أتكلم في الصحابة ما تسميه يا الهواري أمسك الميكروفون ومش يقول لك في واحد طعن في الصحابة أو في واحد قال الصحابة اقتتلوا في السلطة ومش طعن، قال الصحابة اقتتلوا في لأنهم في بعضهم ما شايفين ذاته شنو سب ولا طعن، والكلام ده باطل. انت ما تقول في ناس قالوا كذي والكلام ده باطل، جايبهم صبية ليه؟ معينهم ليه؟ يتعينهم في الإصلاح. وفي الصحابة مدعين محمد مصطفى ما تفضل تمسك الميكروفون في المنبر قول هذا السب لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد قال هذا الكلام هو باطل ونبرأ إلى الله منه. أنت ما تقول الكلام ده نبرأ إلى الله من هذا الباطل ونرد على هذا المبطل ونحذر منه بعيني. وين موقفك يا هواري؟ وين موقفك يا دكتور خالد عبد اللطيف؟ أنا كنت داير ده العنصر السادس. طيب قال ابن عثيمين سب الصحابة على ثلاثة أقسام، صفحة 409 شرح الكبائر. قال الأول أن يسبهم بما يقتضي كفر أكثرهم أو أن عامتهم فسقوا فهذا كفر لأنه تكذيب لله ورسوله بالثناء عليهم والترضي عنهم، بل من شك في كفر مثل هذا فإن كفره متعين أو متعين متعين أو متعين مهم، لأن مضمون هذه المقالة أن نقلة الكتاب أو السنة كفار أو فساق. ده السب شنو الأول؟ أيوة، وده ما قاله محمد مصطفى. الثاني أن يسبهم باللعن والتقبيح، ده برضو الثاني شنو ما قاله، ففي كفره قولان لأهل العلم، وعلى القول بأنه لا يكفر يجب أن يجلد ويحبس حتى يموت أو يرجع عما قال. الثالث، يلا شوف الثالث ده بيدخل فيه محمد مصطفى ولا ما بيدخل، وده سب ولا ما سب؟ قال أن يسبهم بما لا يقدح في دينهم، بما لا يقدح شنو؟ يعني ما كفر ولا لعن، زي ما كفر زي الأول وفسق، ولا لعن وقبح زي الثاني. زي شنو؟ قال كالجبن والبخل، كالجبن وشنو؟ والبخل، فلا يكفر ولكن يعذر بما يردعه عن ذلك، يعذر بما يردعه عن ذلك. طيب يعني لو قلت لو وصفتهم بالجبن أو البخل ده سب ولا ما سب؟ طيب تقول فلان فيه جبن وفلان قاتل فلانا في السلطة، أيهما أعظم جرما؟ أعظم يا تو يا جماعة، الأول ولا الثاني؟ الثاني. أنا أصي فيني جبن ولا بخل؟ واحد بجنبه، وده قاتل لي صحابة قاتل عشان السلطة، هل أكبر يا تو جرما؟ وده قال لك سب الأول ده سب خلي الثاني ده،
يا أخي ده سبل الصحابة وده تنقص من قدر الصحابة. طيب هو براء وقال قال وفي في كادوك اكبر من السلطه اكثر من السلطه قال في كادوك اكثر من السلطه وبعدين في كادوك اكثر من السلطه والثروه في براء ومحمد مصطفى قال كده براء قال ونقل عن احمد قوله لا يجوز لاحد ان يذكر شيئا من مساوئهم ولا يطعن على أحد منهم بعيب أو نقص فمن فعل ذلك أدب فإن تاب وإلا جلد في الحبس حتى يموت أو يرجع. وهذا الكلام أيضا لابن عثيمين نقله ابن عثيمين في الجزء الخامس من مجموع رسائل وفتاوى ابن عثيمين الصفحة 83 وموجود برضو في الكتاب في آخر صفحتين. أصله كان نسيت الصفحة بس آخر صفحتين منا والفهرس طوالي ده شرح الكبائر. ذل الناس اللي بيقول لك ده ما سب ده سب يا شيخنا ده سب. طيب واحد اثنين من علامات أهل الضلال الوقوع في الصحابة ذكر ذلك البربهاري أو ذكره الفوزان في شرح لشرح السنة للبربهاري صفحة 342 إلى 344. معليش طولوا بالكم الناس تسمع الكلام ده كله عشان تاني موضوع الزول اللي يتقفل والله تاني ما بزول يناقشك فيه كثير. ده كله بالتسجيلات كله بالوثائق ما ظلمته يعلم الله سبحانه وتعالى. قال المؤلف رحمه الله المؤلف ده البربهاري ده توفي سنة 329 هجرية. طيب يعني بدري بدري شديد 329 هجري. قال رحمه الله وإذا رأيت الرجل الصفحة 342 ل 344 قال وإذا رأيت الرجل يطعن على أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم فاعلم أنه صاحب هوى وصاحب قول سوء وصاحب قول سوء وصاحب قول سوء لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ذكر أصحابي فأمسكوا. ده حديث خرجه الطبراني ذكره الألباني من رواية عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وهنا ذكره الذهبي أيضا. إذا ذكر النجوم فأمسكوا وإذا ذكر القدر فأمسكوا وإذا ذكر أصحابي فأمسكوا وكما قال صلى الله عليه وسلم. قال لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ذكر أصحابي فأمسكوا فقد علم النبي صلى الله عليه وسلم ما يكون منهم من الزلل بعد موته فلم يقل فيهم إلا خيرا. زلل الدخول يعني بعضهم في الفتنة في الفتنة ومش معناه إنهم كاتلوا بعض في السلطة لكن دي فتنة كما صرح الزبير ابن العوام رحمه الله تعالى. قال ما من موضع قاتلت فيه إلا وأعلم موضع قدمي إلى خير أو إلى شر إلا هذا الموضع فلا أدري أهو على خير إلى خير أو شر. عشان كي الفوزان قال دي فتنة فتنة الزول بتحير فيها ما يعرف فكيف تصفني إنه نتقاتل من أجل شو السلطة. طيب والفوزان علق على العبارة دي فقد علم النبي صلى الله عليه وسلم ما يكون منهم من الزلل بعد موته
قال لأن الله تعالى يوحي إليه وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. إلى أن قال البربهاري رحمه الله: ولا تحدث بشيء من زللهم ولا حربهم ولا ما غاب عنك علمه ولا تسمعه من أحد يحدث به فإنه لا يسلم لك قلبك إن سمعت. ركز في الكلام ده لأنهم بيقول لك أها انتوا براكم قلتوا زلل. الزلل ده فتنة، يقع في فتنة، مش يحارب من أجل السلطة، لأنه قال ولا تحدث بشيء من زللهم ولا حربهم. فرق بين الزلل وشنو والحرب، لأنه الأصل في الواو أنها للمغايرة، ده الأصل فيها. طيب عشان ما يقول لك أيوة انتوا براكم جبتوها. أهل فوزان هنا شرحها، قال قوله ولا تحدث بشيء من زللهم ولا حربهم، لا تتحدث بما جرى بينهم إلا على وجه الاعتذار عنهم، يعني لهم. قال قوله ولا تسمعه من أحد يحدث به فإنه لا يسلم لك قلبك إن سمعت. قال الفوزان لا تستمع للذين يتكلمون في الصحابة في المجالس، لما تقول ده كلام شباب، ده الفوزان بعد ده نصايح قدامها لك دار تمش، عاجبك الكوراك وعاجبك الضحك ودار تتشفى، امش بطريقتك. نحن والله نصحناك، تاني الباب ده ما ذا انك تطير الكلام فيه، يجيب باطل بنرد عليه، وقف لحد هنا ده حد انا معاه، جاب باطل بنرد عليه كذي. والله الزول ده زلاو في الدنيا دي الى الان ما معروف مصيره بعدين قدام شو. صحابه يا اخي صحابه، الله محمد مصطفى ده زول. المركز العام اسلم منك وما اسلموا منك الصحابه. قال لا تستمع للذين يتكلمون في الصحابه في المجالس او في الدروس او في اي مجال، لا ولا تحضر هذه المجالس ولا تستمر في سماعها، بل اقطعها وابتعد عنها لئلا يدخل شيء قلبك فتحقد على اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وتبغضهم فتهلك. مجالس زي دي قال لك تبعد منها تماما، والله الذي لا اله غيره، ورد عليه العلماء في النقطه دي. طيب فدي من علامات الضلال ان العبد يقع في اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. من علامات اهل السنه عدم سب الصحابه في الدر المنثور، لما الدر المنثور صفحه 83، صفحة 83، اسمع الكلام ده فيه فائدة لك. قال والكلام ده أصلا ذكره اللالكاي صفحة 324 جايبه هنا، وهنا في المر في هذا الموضع في هذا الكتاب في الموضع في الصفحة 83. قال قيل لسهل بن عبد الله التستري، قيل لسهل بن عبد الله التستري: متى يعلم الرجل أنه على السنة والجماعة؟ زول يعرف روحه أنه على السنة والجماعة بشو؟ ذكر لهم عشرة أشياء، عشرة أشياء أو عشر خصال. قال شوف دي من علامات أهل السنة والجماعة وهي عشر خصال، أفهمها كويس. والحمد لله الله عافى منا كثير من إخواننا، بل جميع إخواننا ممن نعلم من ظاهرهم. أنا لما أقول لك أخواننا ذي ما يمشي حصارك على ثلاثة ولا أربعة سلفيين، يعني السلفيين لما نقول بعض الدعاة وكذي مع محمد مصطفى ذي المظاهرين معروفين، أصله محروق أكثر شيء من مزمل ومن شنو من آداب. لكن لما نقول لك أخواننا كلكم يعني أخواننا شغلة دي، جزاكم الله خير يعني. قال إذا عرف من نفسه عشر خصال، عشر خصال: لا يترك الجماعة، ولا يسب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، دي نمرة اثنين طوال، ولا يسب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يخرج على هذه الأمة بالسيف، ولا يكذب بالقدر، ولا يشك في الإيمان، ولا يماري في الدين،
ولا يترك الصلاة على من يموت من أهل القبلة بالذنب، ولا يترك المسح على الخفين، ولا يترك الجمعة خلف كل وال جار أو عدل. واضحة ولا ما واضحة؟ واضحة جدا، والحمد لله الكلام ده واضح. والله تقرأ الخصال دي تشكر الله سبحانه وتعالى. والله يا جماعة مفروض الناس تشكر الله، الناس دي محروقة انت عارف، وانت ما تقع في الوقع فيه. إياك والكذب، وإياك والتعلق بشخص، وإياك والحزبية، وإياك والحرص على الاستئناس بالإخوان ولو على سبيل الدين. الحق يبينوا له يقوم يقول لا يا الجماعة دي، لكن ما أنا كان رجعت لهم الناس دي ما هن على غير الرايدة. واحد عنده شغل بتاع تكفير، بعدين شلت له رسالة قيمة في جانب التكفير، مسألة التكفير لبندر بن نايف العتيبي وتقديم محمد بن حسن على الشيخ عضو هيئة كبار علماء، اسمها الحكم بغير ما أنزل الله، فصل فيها تفصيلات أهل السنة والجماعة وناقش الشبهات. أديت للشاب ده عنده شبهة في تكفير وما بيمش معاهم بعضهم، قراها كذي عجبته طبعا حجج قوية وناقش الشبهات وكذا. بعد قراها قال لي الله تعرف الشباب ذي كان قروها كون حاجة سمحة، يعني هو شنو؟ يعني هو عرف الحق لكن ما دار يترك ناسه وما دار يصدع بالحق ده، لأنه ناسه على خلاف شنو الحق ده، يروج ناسه يقتنعوا حتى يقدر تاني بعد ذاك يصدع بشنو بالحق. والله الذي لا إله غيره ناس غريبين جدا، بجابوا لك الحق ده بأدلته أي كلام السلف أي، حتى لو إخوانك عليه ضده انت وش ما تشك في الدين، لكن لو جابوا لك الحق في مسألة اضطربت فيها واخوانك فيها بيقولوا كلام بيجتهدوا فيها وبيقولوا كلام بينقولوا كلام اجتهاد، بعد ذاك شنو انت جابوا لك الحق بأدلة وما تقول الا اخواننا يقتنعوا، انت جابوا لك الحق وكلام العلماء والمعروفين الان والسابقين الى اخره اقبل الحق، نازل غريبين جدا. طيب، فمن علامات اهل السنة عدم سب اصحابي رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب، النقطة الثالثة موقعة الجمل وصفين. الجمل وصفين الكلام ده ابن الشيخ الفوزان بيشرح لك في صفحتين أو صفحتين زيادة، بس يتطول نفسك أسمعه من عالم، لأنه في ناس من أخواننا ذاته يقول يا أخي أنا ما أعرف ذاته الجمل ذاته شنو، وصفين هي ذاته شنو، والحاصل شنو ذاته، الأصل المواضيع دي شنو تغلق. وده العلوي إجماع أهل السنة والجماعة، لكن السلف فصلوا في الكلام ده، قالوا أجمعوا على الإمساك عن ذكر مساوي الصحابة أو ما يذكر من الآثار التي فيها المساوي، آثار بعضها مكذوب وبعضها 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 إلى آخره وفيها تأويلات، قال لكن ما أمسكوا عن ذكر محاسنهم، ما أمسكوا عن ذكر شنو محاسنهم. وده الكلام ده عليه فهم السلف كأبي نعيم صاحب الحلية وكابن دقيق العيد رحمه الله تعالى. طيب، الفوزان صفحة 316 من شرحه لشرح السنة للبربهاري، صفحة 316. أنا داير عشان تاني شفتها الموضوع ده ما يلخبط لك في راسك ولا غيره، هسه في بعض أخواننا بيجونا عندهم بعض الشبهات، لك والله الموضوع ده احنا عرفنا لكن في بعض الشبهات، أنت تسمع له لو أنت عندك شك في الدين ما تسمع له ده ولا تضيع زمانك معاه. والله محمد مصطفى ده هيجوا الشباب، طيب العلماء كيف؟ والشباب قالوا له قول كذي ولا ناصحوه، وفي بعض الحزبيين من شبههم يقول لك ما كان تناصحوه، هو براو محمد مصطفى براو في محاضرة الإصابة، قال جوني الشباب أو وكل آداب واحد اسمه شهاب ومزمن
وقالوا لي الكلمة دي تسحبها، دي مناصحة ولا ما مناصحة؟ قال علّى قال قال له أسحبها الكلمة دي وقفها وأسحبها، قال أسحبها من بنك يعني أسحبها أنا بتاع بنك يعني. قال أبو بكر جوني جاني أبو بكر أداب في رمضان الكلام ده، والشاهد يحيى ده قاعد ومعه واحد اسمه شهاب ذكرته لك قبل شوية ومزبل، وقالوا الاختلاف في السلطة هذا طعن في الصحابة. جوني قال يا شيخ أنت لازم تورينا تسحب الكلمة دي، يقول أسحبها أنا عندي بنك أسحبها كيف يعني كلمة أنا مسؤول منها؟ قال لي تسحب الكلمة. وقالوا للشباب نحن جبنا الكتب وناقشناه في الأسر، يحيى ده شاهد. أنا قلت لهم الأسر ده ضعيف. شوف الزول ده عليك قال، وواحد قال كلامه باطل باطل توب. لا ما بتوب، قال ما بتوب. ما في برنامج قال اسمه حوارات، والحوارات ما بعرف صح. ماذا تقول في قول الشيخ محمد مصطفى عبد القادر؟ لا مزمن. ماذا تقول في قول الشيخ محمد عبد القادر انه ساطر السلطة؟ هذا قول باطل طوالي باطل، ان قولك هذا هو ابطل الباطل يا مزمن. نفس الشغلان سألوا أبا بكر وقد نصب نفسه مفتيا، ماذا تقول في قول النبي صلى الله عليه وسلم هذا قول باطل؟ إن لم يتب إلا ما بتب إلا ما دار يتب ما بدعني. يا أخي معقول ما بتتوب؟ يا أيها الناس توبوا إلى الله واستغفروه فإني أتوب إليه في اليوم شنو 70 مرة، في رواية 100 مرة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم في رواية في المجلس الواحد كمان. طيب صفحة 316، يلا طول نفسك في الموضوع ده عشان ننتهي منه تماما. قال وأما ده الفوزان حفظه الله تعالى، أعلم الفوزان ولا محمد مصطفى؟ أعلم ياتو. طيب قال وأما مسألة، ودي رسالة للناس اللي بيمشوا يحضروا له استقاموا جديد مساكين سمعونا الكلام ده اللي يستفيدوا منه لو دايرين الخير. يا خلو لا نحن ما دارنا نبقى معاكم تمام، لا معانا لا معاهم، شوف دربك براك ونحن منو ذاته. اتبع كلام العلماء ذيل وكلام النبي صلى الله عليه وسلم، كلام الصحابة والقرآن إلى آخره. طيب قال صفحة 316 ل 318 قال وأما في شرح السنة تعليقات، قال الفوزان وأما مسألة ما أشار إليه الشيخ رحمه الله بربهار يعني من عدم الخوض فيما جرى بين الصحابة، فأفراد الصحابة كغيرهم من البشر يخطئون، لكن كانت نياتهم خالصة. كانت نياتهم شنو؟ خالصة. ده المتأول وأخطأ، وفي المتأول وأصاب زي ما ذكر على ابن تيمية في العقيدة الواسطية. قال لكن كانت نياتهم شنو؟ خالصة. من هنا درد ثبت ثيرة ان معاوية رضي الله تعالى عنه، انت يا دوب ثبت ليك بعد 40 سنة في الدعوة، يا دوب ثبت ليك، يا دوب انت ثبتت ليك الشغلة دي، وكت ثبتت ليك انت ما ثبت وما ثقة محمد مصطفى، ثبتت ليك يا دوب، ثبت لنا بالنقل الصحيح ان معاوية رضي الله تعالى عنه كان بيدعي انه اولى بالخلافة من علي وقاتله على ذلك، ثبت له ده برد على اسي ان شاء الله. قال لكن كانت نياتهم خالصة، بيدعي دي شنو؟ كانت نياتهم خالصة الفوزان، قال لك ذاك مشى خش جوا في نياته، ومقاصدهم طيبة وأهدافهم حميدة، لا يشك في هذا من في قلبه ذرة من إيمان، ولا يتهم أحدا منهم، لكن لما جرت الفتنة، والفتنة ليس لأحد فيها حيلة، نسأل الله العافية من الفتن، في عهدهم بسبب الخبيث اليهودي عبد الله بن سبأ الذي أظهر الإسلام، وده كلام السلف وده كلام العلماء، ومن عثيمين عنده تسجيل صوتي برضو قال فيه الكلام ده. قال شنو؟ قال
بسبب الخبيث اليهودي عبد الله بن سبأ الذي أظهر الإسلام، ثم جاء وجعل يطعن في خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم عثمان رضي الله عنه، يطعن فيه ويجمع عليه الغوغاء من الناس والذين يحبون الشر ويحبون الفوضى، ولا يخلو زمان من أمثال هؤلاء يحبون الغوغاء والشغب والتشويش، ويحبون الكلام في ولاة الأمور، ويحبون إفساد الأمر وتفريق الأمة الكلمة. يوجد هذا في الناس، فإذا وجدوا من يدعو إلى هذا اجتمعوا عليه، فاجتمع على هذا الخبيث من اجتمع، وكان المسلمون أمة واحدة تحت خليفة واحد هو عثمان رضي الله عنه. ثالث الخلفاء الراشدين، فأثر فيهم هذا الخبيث اللي هو عبد الله بن سبأ، وانتهى الأمر بقتل عثمان رضي الله عنه خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمير المؤمنين. وثالث الخلفاء الراشدين، فلما قتلوا عثمان، اسمع الكلام ده كويس، والفوزان ثقة ولا ما ثقة، وثبت ولا ما ثبت، نحسبه والله حسيبه، وعالم ولا ما عالم، وده كلام السلف ذات. قال فلما قتلوا عثمان اندلعت الفتنة بين المسلمين، وغار المسلمون لقتل عثمان من بينهم، وأرادوا الانتقام ممن قتله، أرادوا السلطة ولا أرادوا شنو؟ الانتقام ممن قتله، وقتل منه عثمان. طيب، وخرجوا من المدينة، وكانت البيعة لأمير المؤمنين علي بن أبي طالب بعد عثمان رضي الله عنهم جميعا، كانت البيعة لعلي وهو رابع الخلفاء الراشدين، فطلبوا من علي أن يقتص من هؤلاء، وتفاوض هؤلاء الصحابة الذين خرجوا من المدينة، ومعهم أم المؤمنين عائشة مع علي رضي الله عنه على أن يسلم هؤلاء القتلة، ولكن علي رضي الله عنه لم يتمكن من تسليمهم لأنهم تسللوا في جيشه وجعلوا يعملون الفتنة، وقد بات علي وإخوانه طلحة والزبير وعائشة ومن جاء من المدينة متصالحين، باتوا شنو؟ متصالحين. أيوة، فلما أحس هؤلاء بالتصالح بين صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وكف القتال، هيجوا الفتنة وأظهروا الحرب، تناوشوا وصاحوا في الجيش، وظن الصحابة أن الحرب قامت، فدارت المعركة في وقعة الجمل من غير قصد من الصحابة. دي وقعة شنو؟ الجمل. دي فيها حب السلطة دي انتهت. من غير قصد من الصحابة، وإنما الذي أذكاها هم هؤلاء، ديل الحرك شنو؟ الفتنة والحرب، الذين قتلوا عثمان رضي الله عنه. طيب، وقتل من الصحابة من قتل في هذه الفتنة وفي هذه الواقعة وانتهت. ثم قام معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه في الشام، ومعه أهل الشام يطالبون بقتلة عثمان للقصاص منهم أو القصاص منهم. طالبوا بشنو؟ بالسلطة ولا بالقصاص من قتلة شنو؟ عثمان. ولكن الفئة الضالة عملوا المكر والخداع وإذكاء الفتنة، فدارت معركة صفين بين علي ومعاوية، وسببها هؤلاء الغواة والضلال الذين يوقدون الفتنة بين المسلمين. دي صفين، صلاح جودة وأيوب موسى عليهما من الله ما يستحقان، يدافعوا ويصلوا إنه ده الكلام ده شنو؟ في صفين. والواجب عليهما أن يتوبا إلى الله سبحانه وتعالى، وعلى غيرهما من دعاة الباطل ومن دعاة الضلالة ومن دعاة البدعة ومن الذين يسبون أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وديل ما تتعاطف معهم إلا من تاب منهم، وما تابوا ولا أعلنوا التوبة لحد في آخر كلام أيوب لما يتكلم في نانا، قال وقد أصل محمد الصفا لهذه المسألة تأصيلا علميا
منهجيا بينا وضح فيها او ذكر فيها اقوال قول اهل السنه والجماعه. فشيخنا حفظه الله تعالى محمد مصطفى عبد القادر اصل لهذه المساله تاصيلا علميا منهجيا واضحا بينا، ونقل اقوال علماء اهل السنه والجماعه. ده الا الليله شغال بالكلام ده، ما نطق به لسان دايو موسى، وذاك شغال صلاح مريض والله مريض وحاقد حاقد. وسمعت منه لفظة لولا الخوف على قلوب المسلمين لقلتها في معاوية، وسمعتها منه في ديوان محمد مصطفى. ده صلاح جودة قال: وانتهى الأمر بقتل علي رضي الله عنه، قتله الخوارج الذين خرجوا على عثمان فألحقوا عليا به وقتلوه. ليس قصدهم العدل والإنصاف، بل قصدهم الحقد والانتقام للخوارج قال والنازل يعني. وأرادوا قتل معاوية وعمر ابن العاص وعلي ابن أبي طالب، ولكن الله نجى معاوية وعمر بن العاص ابن العاص أو ابن العاص ابن العاص، ونفذ قدر الله في علي رضي الله عنه فاستشهد رضي الله عنه. عليك الله، شوف الفوزان ده الأدب في الألفاظ والانضباط، شوف العلم. تتلو في السلطة دي كتب، قلت له اسمه منور رازحي بتحدى السعودية، يتحدى السعودية وهو كلمة باطل ما يرضوها فيه، يزعل والله بيزعل زعل محمد مصطفى ده يتحمق. لقى بعض اخواننا هناك مهندسين اثنين راكبين ركشة، واحد قال له محمد مصطفى، اتلفت اتكيف قال له اتقي الله اتقي الله، صر وجهه غضب دارس وكون بالركشة عادين. زول حاقد عنده غل، فأنا والله محروقين منك في باطلك ده، وما احنا مرتاحين جدا شغالين توحيد وسنة. يا هم نجي نديكم كذا سلسلة والله يتقبل، الناس اللي فيهم خير بيعرفوا الضلال بالوثائق، بعد يجيبوا لنا الأدلة وأقوال العلماء وتسجيلات العلماء ويجيبوا لهم الوثائق، وبعد ده يصروا يمشوا معاكم. تعال نعمل لهم شنو نحن؟ مش بعد ما نضيع زمننا معاهم، ولا تناغشوا الحزبيين ديل، ما تضيع زمنك معاهم ولا تناغشوا، تمشي طوالي تشتغل دعوتك وعلمك ولا تضيع زمنك معاهم. ولك والله عندنا واحد ساوي لنا غلبه بكل مره زاعجنا، ساوي لنا انتم عصبجيه وكذا، وده اللي فيك نفسه هو شيء من الحزبيه الواقع فيها والله الذي لا اله غيره. طلبه بتاع شنو يا اخي؟ طيب اشتغل توحيد وسنه لاقوك اديهم وانت ماشي طوالي. طيب وما تناقشهم، ناس ديل محروقين من الردود دي حرقه شديده، لانه كلام بادله كلام بتاع علماء. طيب قال: فالواجب على المسلم، قربنا ننتهي. قال: فالواجب على المسلم ان يكف عن هذه الامور، وان لا يدخل فيها، وأن لا يذكرها إلا على وجه الاعتذار والاستغفار لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. شكاية نحن ذكرناه واعتذرنا لهم، والكلام ده فيه اعتذار لهم رضي الله عنه، وفيه دفع للشبهات. طيب وأن لا يذكرها إلا على وجه الاعتذار والاستغفار لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويعرف أنهم مجتهدون، منهم من أصاب الحق فله أجران، ومنهم من أخطأ فله أجر، وأن لهم فضائل عظيمة تغطي ما قد يحصل من بعضهم من الخطأ، لأنهم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكما في الحديث أن الله اطلع سبحانه وتعالى اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم، فهم مغفور لهم على كل حال. المغفرة لهم حاصلة لمن أصاب ومن أخطأ منهم، لأن الذي أخطأ منهم لم يخطئ عن قصد، وإنما هو عن اجتهاد. فيجب على المسلم أن لا يدخل في هذا أبدا، ولا يخطئ أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل يعتذر لهم ويستغفر لهم ويترحم عليهم، فيكون من الذين قال الله جل وعلا فيهم: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. وقد ظهرت
أشرطة من بعض الجهال سجل فيها هذه الأمور وما جرى بين الصحابة وأخرجها بأشرطة يتداولها الناس، فهذا لا يخلو إما أنه جاهل ولم يدرس العقيدة، وإما أنه مغرض يريد أن يبث البغض لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلى آخر كلام حفظه الله تعالى. شكين المسألة دي رد على العلماء وتسجيلات كلها بتسمعها إن شاء الله، فوزان تسجيل واضح، قال ده يا جاهل وما درس العقيدة وما عرف قدر الصحابة، أو أنه فيه رفض شيعة وأنه متسرب من الشيعة كلمة نحوه، ده الشيخ الفوزان. الشيخ عبيد الجابري حذر، تسجيله موجود. الشيخ محمد بن هادي المدخلي حذر وبين بين. الشيخ سليمان الرحيلي قال هذا مخذول، الذي يقول هذا القول مخذول، وفعلا لقينا الكلام ده موجود، والله محمد مصطفى مخذول خذلان شديد جدا. عادي المشكلة دي، لا امشي مساجد افتحوا للمساجد بده يتكلم وينبس ويسب ويشتم، قاعدين ولا بهمهم كثير، هل بهمهم تلقاه لابد. طيب دي مسألة شنو؟ صفين ومسألة الجمل، لأنه ديلك حاولوا يلبسوا فيها. طيب الإمساك عما شجر بين الصحابة، أنا بس بذكر لك شنو؟ موضعين بس، كتابين، في كتب كثيرة لكن اختصارا للوقت، وإخواننا في المحاضرات بيّنوا الكلام ده. طيب أنا أذكر لك موضعين بس عشان نمش للبعادة ونختم إن شاء الله تعالى. الموضع الأول أو الكتاب الأول ده اسمه إجماع السلف في الاعتقاد، دي أشياء مجمع فيها، حاولوا الكتاب ده اغتنوه. إجماع السلف في الاعتقاد كما حكاه الإمام حرب ابن إسماعيل الكرماني، ده تلميذ الإمام أحمد، تلميذ الإمام أحمد زي ما هنا دي موجود في ترجمته. والكتاب ده تقديم فضيلة الشيخ الدكتور، أو تقديم الدكتور، فضيلة الشيخ دي الفوزان الألباني قال بدعة، فضيلة الشيخ، تقديم الدكتور محمد ابن هادي المدخلي حفظه الله تعالى، تحقيق وتعليق أسعد ابن فتحي الزعتري. طيب أو الزعتري، في الكتاب ده إجماعات، ده تلميذ الإمام أحمد، بنقولها عن أحمد عن الإمام أحمد، وبعضها بيذكر الإجماعات دي من علمي وهو من تلاميذي الإمام أحمد. طيب دي إجماعات، شغل مجمع فيه، مجمع عليه، قال صفحة 70: ومن السنة الواضحة البينة الثابتة المعروفة، ومن السنة الواضحة البينة الثابتة المعروفة ذكر محاسن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم أجمعين، والكف عن ذكر مساوئهم أو مساويهم، والخلاف الذي شجر بينهم، فمن سب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أحدا منهم أو تنقصوا أو طعن عليهم أو عرض بعيبهم أو عاب أحدا منهم بقليل أو كثير أو دق أو جل أو دق أو جل أو دق أو جل أو جل، المهم مما يتطرق به إلى الوقيعة في أحد منهم فهو مبتدع رافضي خبيث مخالف، لا قبل الله صرفه ولا عدله، بل حبهم سنة والدعاء لهم قربة والاقتداء بهم وسيلة والأخذ بآثارهم فضيلة، إلى آخره. قال ده مبتدع رافضي، مبتدع رافضي، وقال خبيث كمان مخالف، كلها الثلاثة دي بتنطبق في محمد مصطفى، رافضي دي أمرقة، رافضي أمرقة. بعد ده قال مبتدع خبيث مخالف، ورافضي ما مرقناه خلافا للإجماع، لكن الإجماع على أن هذا من صفات الروافض، ده من صفات شنو؟ الروافض. أنا هم نقول هو رافضي، لكن بنقول شابهن، شابه الرافض. طيب ده الإجماع، خالف الإجماع الزول ده محمد مصطفى ده،
والله. ثاني في كتاب مختصر السيرة محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى صفحة 270 إجماعات. أما مصطفى خالف إجماع عديل، والله كلام عجيب، إجماع بخالف هذا الرجل أصله ما في نبض، خليه شوف قصير وطويل وعنده ما عنده كله خليه، بس خالف الإجماعات هذا الرجل، خالف الإجماعات الضال، ضال لأنه ما اهتدى إلى الحق، مبتدع لأنه أتى ببدعة خالف فيها أهل السنة، ونوصح كما اعترف هو وأصر وأبى أن يتوب ورد عليه العلماء فأبى، وخالف القرآن الذي ذكر الصحابة للفقراء المهاجرين إلى آخره، وذكر نياتهم فقال تعالى محمد رسول الله والذين معه شداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا إلى آخره. والآيات الأولى ذيك برضو ذكرت النيات بتاعتهم. طيب قال صفحة 270 محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى مختصر سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم قال وأجمع أهل السنة، وأجمع أهل السنة سؤال بخالف إجماع عديل على السكوت عما شجر بين الصحابة رضي الله عنهم ولا يقال فيهم إلا الحسنى، فمن تكلم في معاوية وتكلم ولا ما تكلم أو غيره من الصحابة، ما تكلم في كثير من الصحابة، صحابة اقتتلوا في السلطة، والصحابة كم نفر، الصحابة آلاف مؤلفة، آلاف بعد الفتح وحنين 10,000 و12,000 والحج مع الرسول عليه الصلاة والسلام 10,000 والفتنة فيها 30 يعني لو الصحابة فيهم 12,000 إلا 30 ما خشوا في الفتنة، الصحابة 12,000 إلا 30 ما خشوا في الفتنة، ودخلوا في الفتنة نيات حسنة، إما مجتهد مصيب وإما مجتهد شنو مخطئ، وما أرادوا السلطة وإنما قاتل من قاتل من أجل دم شنو عثمان أو بسبب هؤلاء المجارم المجرمين الذين أرادوا الفتنة. 30 و30 معذورون وما قاتلوا في السلطة، تقول الصحابة هون 12,000 ما أخذوا، يا جماعة الكلام ده بيجي هسه أنا لما أقول أنصار السنة وما أذكر القادة وما خطأ في القادة، أذكر لي 20 في غرية هناك كذي أقول أنصار السنة ديل بيعملوا كذي وكذي، وبالعشرين الأتباع هل زنبيهم شنو الجماعة ده ما ظلم، ليكن انتو ذاتوا ما ظلم يا حزبيين، يا حزبيون ظلم، وانتو كم صحابة تقول الصحابة اقتتلوا في السلطة ولخدمة من وعشان تنصر شنو. طيب قال ولا يقال فيهم إلا الحسنى، فمن تكلم في معاوية أو غيره من الصحابة فقد خرج عن الإجماع، والله سبحانه وتعالى أعلم. ده كلام محمد بن عبد الوهاب في العقيدة الواسطية، هذا كتاب التحد، إجماعات غالبة محمد مصطفى، وصول من وصول أهل السنة والجماعة. أنا بس بقرأ لك ده، خلي كلام العثيمين أنا شخطته هنا فيه كلام طيب جدا، لكن نحن اختصارا لوقت، بس أنا أقرأ لك جزء بسيط. قال من أصول، ده كلام ابن تيمية، قال من أصول أهل السنة صفحة 432 في شرح ابن عثيمين، طيب مكتبة الرحاب، من أصول أهل السنة الإمساك من الأصول، يعني أنت بتكون خالفت شنو أصلا من الأصول، من أصول أهل السنة الإمساك عما شجر بين الصحابة، وأن منهم المعذورون ومنهم المجتهد المصيب ومنهم المجتهد المخطئ، بس والمجتهد المصيب والمجتهد المخطئ الاثنين بين أجر وشنو وأجرين، إذا حكم الحاكم فأصاب فله أجران، وإن حكم فأخطأ فله شنو أجر، كما قال صلى الله عليه وسلم اختصار الوقت. طيب
آخر نقطة أو آخر نقطة أو نقطتين، آخر نقطة إن شاء الله نختم بها في مسألة الصحابة معاوية رضي الله عنه. وأنا أستغرب في صلاح جودة وأيوب موسى وأحمد عباس وشل الورى محمد مصطفى، أنتوا وافقتوا في الكلام الأول؟ طيب الزول ده بعد فترة قال نحن ثبت لنا بالنقل الصحيح أو النص الصحيح أن معاوية رضي الله تعالى عنه كان بيدعي أن معاوية رضي الله، أنا حافظها في راسي بعينينا دي في كلام في الفتاوى وفي كلام ما تفهم إنه أنا قاعد أقرأ منه، حافظها في راسي وبعدين بيجيبها لك مسجلة، أن معاوية رضي الله تعالى عنه كان بيدعي إنه أولى من بالخلافة من علي وقاتله على ذلك. معاوية كان بيدعي كذب اللفظة دي رضي الله تعالى عنه. لكن نحن ثبت لنا بالنص الصحيح مش بيدنا بالعلماء إنه معاوية رضي الله تعالى عنه كان بيدعي إنه أولى بالخلافة من مين؟ من علي، وقاتله على ذلك. أنت فاهم الكلام ده؟ ده مجموع فتاوى شيخ الإسلام أحمد بن تيمية رحمه الله تعالى، الجزء 35، الجزء 35 الصفحة 72، قال ومعاوية لم يدعي الخلافة. عديل كذي دي ما دي ما دي دي بالرفرف ولا بالصدام؟ عديل ده مش بالصدام، عديل كذي تر والله مين والله رحمه الله. قال ومعاوية رحم الله ابن تيمية، ومعاوية لم يدعي الخلافة ولم يبايع له بها حين قاتل عليا، ولم يقاتل على أنه خليفة ولا أنه يستحق الخلافة، ويقرون له بذلك. وقد الناس الجمعة معاوية يعني، وقد كان معاوية يقر بذلك لمن سأله عنه، ولا كان معاوية وأصحابه يرون أن يبتدئوا عليا وأصحابه بالقتال إلى آخره. كلام ده مش واضح يا جماعة؟ مش بين؟ طيب نجيب كلام معاوية عديل آخر شي نختم به، والكلام ده بتلقاه في فتح الباري الثاني، ده كلام معاوية تحت الحديث رقم 7121، 7121 نقلوا فتح الباري صاحب فتح الباري وابن حجر. تاني أنا نقلت نقولات هنا برضو عند الذهبي في سير إعلام النبلاء الجزء الثالث، وأيضا في البداية والنهاية في الجزء الثامن صفحة 132. طيب قالوا شنو ده وده؟ نفس الكلام نقلته ده في ثلاثة مواضع. أنا أقول لك كلام ابن حجر، قال الحافظ ابن حجر: وقد ذكر يحيى ابن سليمان الجعفي أحد شيوخ البخاري في كتاب صفين في تأليفه بسند جيد عن أبي مسلم الخولاني أنه قال لمعاوية. هنا الذهبي في نقل الذهبي وفي نقل البداية والنهاية، في نقل الذهبي قال أبو مسلم الخولاني وأناس، أن أبا مسلم الخولاني وأناسا، هنا ذكر شنو؟ أبا مسلم الخولاني قال شنو؟ قال عن أبي مسلم الخولاني أو الخولاني أنه قال لمعاوية، ده كلام واضح وده معاوية ذاته رضي الله عنه، قال لمعاوية: أنت تنازع عليا في الخلافة أو أنت مثله؟ أنت بتنازع في الخلافة ولا أنت مثله؟ أيوة خليفة مثله. قال: لا. القال ده منه؟ معاوية رضي الله عنه. قال: لا، ديك شايل لهم فتاوى عدلان ده ومنو وذاك، وقالت فلان وقالوا ناس فلان، والله لو جبت الكرة الأرضية كلها وقفتها صف، ومعاوية بيجاي صف قال: أنا ما قلت
نصدقه هو الذي لنا قالوا نجل وفهمه فهم هو ذات معاوية والتبراك يا محمد مصطفى قلت ده العدول العدل بيكذب العدل بيكذب ما العدل ذاته قال أنا لا والله أنا ما قاتلت الموضوع في رواية الذهبي أن نقلتها من الذهبي من كتاب الوهيبي هنا دي قال لا إني أعلم أنه أفضل وأحق بالأمر طيب ليه قاتلت ولكن ألستم تعلمون أن عثمان قتل مظلوما وأنا ابن عمه ووليه أطلب بدمه يعني أطلب دمه يعني فأتوا عليا قولوا له يدفع لنا قتل عثمان فأتوه فكلموه فقال يدخل في البيعة ويحاكمهم إليه فاقتنع معاوية فسار على في الجيوش فسار علي في الجيوش عفوا فسار علي في الجيوش من العراق حتى نزل بصفين في فتح الباري تحت الحديث 7121 هنا الناس دي قاموا شنو ناس احمد عباس قالوا طيب معاوية عرفناه ما قاتل علي عشان السلطة طيب علي ما قاتلوا عشان يبايعوا يعني علي قاتلوا عشان شنو السلطة مش الكلام ده يفهم كذي ده فهم ناس احمد عباس وغيره الكلام ده ابن تيمية جابوا لك في قتال اهل البغي والخوارج وابن تيمية قال ديل ما زي الخوارج وما زي اهل البغي ناس معاوية رضي الله عنه لانهم اخيار ولانهم عندهم شنو بعد ذاك ده كلام ابن تيمية بعد ذاك معاوية لانه عنده شبهة وعنده احتجاج الاحتجاج شنو دم عثمان رضي الله عنه الحاجة الثانية هل علي جاء قاتل معاوية قال لي يا معاوية الناس بايعوك انت امير للمؤمنين وانا دار قاتلك انا امير المؤمنين ولا قاتلوا عشان يبايعوا بعد ذاك الامر يستتب يطبق الحد مش قاتلوا عشان كذي فهل قاتلوا من اجل السلطة ما قاتلوا من اجل السلطة يا شيخ لو قالوك سبب القتال شنو انا ما ناقشتهم هم قالوا لي الجماعة ذي الناس صلاح جودة ويحيى ذلك في ديوان الشيخ ذكرين المسألة ذكرت لهم مثال بس قلت لها يحيى لوسي فلان ده أمير للمؤمنين ذكرت لهم كذا فلان أمير للمؤمنين وإنت عندك ولاية وأنا عندي ولاية كلام بالمعنى ده ذكرت واحد فينا الوالي وذاك والي وذاك أمير المؤمنين قلت لي إنت قلت لأمير المؤمنين أمير المؤمنين من حقه يقول لناس الولايات بايعوني صح ولا ما صح ده من حقه فده ما قتال في السلطة أفهم الكلام ده هم ما قالوا نحن دارين السلطة وما قالوا نحن سلاطين عشان لما نكاتلوا نكون كاتلهم في السلطة هو داري طبق الحد لكن قال له انت بايعوني أول شيء عشان أطبق شنو الحد هم ما قالوا لنا نحن نبايعك انت نحن اللي بنستحق الموضوع ده انت ما بتستحقه لا قالوا نحن دارين دم عثمان تقتص من عثمان بما يعد عشان دم عثمان ما يضيع حدرا انت المسألة فقلت لي يا أخي انت الآن دامير المؤمنين انت والي وانا والي انا قلت للوالي ما بسلمك الولاية دي الولاية دي حقتي وانا الأمير وانا حق بها منك وانا الوالي وانت قلت لي يا أمير المؤمنين أنا الولاية دي شايفة حقتك وأنا بسلمك لكن اديني العمارة دي كان مدتني العمارة دي ما بسلمك أنا الأول ده اللي قلت له أنا حق بها منك ودي حقتي لما نحصل قتال بيني وبينه مش أنا قاتلته عشان الولاية دي صح ولا ما أنا ما قلت له حقتي وأنا حق بها داك قال لي أخي أنت حق بها مني لكن العمارة دي بس تكتب لي العمارة تديني لها ده قاتل عشان الولاية ولا عشان العمارة مش عشان العمارة معاوية ما ادعى الولاية ما قال لي أنا الوالي ولا أنا بستحق وجا من الشام وفي مواضع داك مجهو لكن في المواضع كلها ما قال لي أنا أول أبا منك يا علي إنت الوالي لكن أنا داير الدم منه
عثمان انا ود عمته. الناس الجو له معاويه قال له اها ما بايع بايع. قال له نمشوا له قل له دم عثمان. لما مشوا له قال انا بعد استتب لهم والحاكم ما يقدر يطبق حدود وفي فتن شغاله صح ولا ما صح؟ استتب لهم حدود فيها قتل وديل دخلوا هنا اججوا الفتن. فده الموضوع كذا اصلا. فقال لهم دم عثمان رضي الله عنه وده كلام معاويه بنفسه. والله انا ده من اكثر الكلام الاقنعني في المسائل دي كلها. شفت مش كلام العلماء كله محترم ومقنع تماما وقوي جدا والسلامة في اتباعه. لكن الأقوى من كلام العلماء كلهم كلام معاوية ذاته. قال لهم لا أنا ما حق بأمن لكن دم منه عثمان. تاني بعد ده لو جبت مش كتب من هنا تملأ بها الترابيزة لو كتب من الحاج يوسف للفتحاب جوا مرصوصة قدي ورا بعض ومعاوية قال لك أنا ما قاتلت عشان كده. صدق منه؟ صدق معاوية رضي الله عنه. وهذه فيها عبرة لمن كان له قلب وفيها بيان لمن أراد الحق لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. النقطة السادسة دي رسالة أخيرة في المحاضرة دي رسالة أخيرة بمناسبة هذه المحاضرة. تاني في محاضرات إن شاء الله الناس دي شغلتهم كثيرة أصبر له وكلها أنا بجيب لك بالوثائق إن شاء الله تعالى. رسالة إلى أتباع محمد مصطفى عبد القادر. هل يغني عنكم من الله شيئا يوم القيامة إن أصررتم على هذا الأمر؟ أنتوا يا صلاح جودة وأيوب وأحمد عباس والناس الماشيين معه حتى لما تنكر القول هم بسكتوا وبسكتوا وبقروا الإنكار ده كأنهم ما بقولوا بالقول ده. الناس الماشيين معه بعضهم وأكثر الناس الماشيين معه التانين واللي بيقولوا بالقول ده واللي بيدافعوا عنه واللي بيقولوا عالم واللي بيقولوا أي شيء بأصل له واللي بيقولوا واللي بيقولوا إلى آخره. بعد الكلام ده وبيان العلماء وبعد النصوص والأحاديث والأدلة والبراهين وكذب الرجل وتناقض الرجل وحزبية الرجل وخروج الرجل على الوزير وتكفير الرجل لبعض الدعاة وبعض المسلمين والخداع والخيانة وإلى آخره وتلقف الأخبار الكاذبة بعد ده تتابعوا؟ بعد ده تمشوا معه؟ أنتوا ناس يا أخ ما عندكم ضمائر؟ الواحد ما بيقعد يفكر براه وكذا يوم القيامة الشغلة دي بتنجيني ولا بتعذبني؟ ما الواحد براه وكذا ما يقعد يحاسب نفسه ويفكر فيما أعد الله للمتقين ولأهل الحق وفيما أعد للمبطلين وللمبتدعين إلى آخره. ورسالة إلى أنصار السنة. أنتوا طردتوا ناس كانوا على السلفية لما ننكروا عليه مشايخكم طردتون مرقتون وجعلتم هؤلاء الناس أعداء لكم وهم تركوكم. اجتمع الأمران الطرد والترك وتتركون محمد مصطفى عبد القادر محمد مصطفى ابن عبد القادر وقاعد في نصكم وباسم الجماعة ويخش المساجد. الناس ما عندهم غيرة على الصحابة ما عندهم غيرة على الدين ما بينظروا ما بفكروا ما مسؤولية أمام الله تعالى. لما نقولوا أمشوا أحضروا الأسبوع والأسبوع فيه محمد الأمين إسماعيل وفيه محمد مصطفى وفيه وفيه من أهل الضلال وأهل الباطل. لما يسألون عن محمد مصطفى زي صلاح حمدته يقول انتظروا شوفوا يا نجمكم يا نجمتوه. دام تخاف من الله ولا ما فهم المسألة ولا ما قريت العقيدة الواسطية ولا ما عارف أصول أهل السنة والجماعة؟ يا أخي ده كله خلو الصحابة هانوا عليكم. اللي بيتكلم في الهادية واللي بيتكلم في محمد الأمين إسماعيل واللي بيتكلم في إسماعيل عثمان الماحي واللي بيتكلم في الشيخ أبو زيد محمد حمزة ده أسقط العلماء وأسائل العلماء. واللي بيرد عليه عبد الرحمن حامد وخالد عبد اللطيف وغيرهم والبلة وعلي عطا المنان والزنادي وغيرهم ده كعب ودار يشق الجماعة ودار يفرق الصف وده زول سيء وده بموت سوء خاتمة وده واللي بيتكلم في الصحابة
تعتذروا له وتقولوا 40 سنة في الدعوة؟ يأتوا دعوة، والدعوة جابها منه؟ جابها الصحابة ذاته. وأي إساءة قدمها الصحابة لهؤلاء الناس؟ صحابة رضي الله عنهم. يا أخي الله قال في القرآن: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. في الترمذي ذكره الألباني أيضا من رواية أبي الدرداء رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ذب، وفي لفظ من رد عن عرض أخيه، رد الله عن وجهه النار يوم القيامة. البرد عن عرض أخيه، فكيف بمن يرد عن عرض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وديلنا الدنيا وديلنا السلطة وتكاتلوا في السلطة. صحابة ديل النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم من رواية أبي بردة عن أبيه قال: صلينا المغرب مع النبي صلى الله عليه وسلم، ثم خرج فقلنا نجلس ننتظر العشاء حتى نصلي معه، فأتى فقال: صليتم المغرب؟ قالوا: صلينا المغرب معك. أو قال: أنتم هنا؟ قالوا: صلينا المغرب معك. وجلسنا قلنا ننتظر العشاء. قال: أحسنتم أحسنتم. وقال كلمة النحو أو كذا، أحسنتم أو أصبتم، هكذا في رواية مسلم، أحسنتم أو كذا أو أصبتم، لعل أصبتم. قال ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال الراوي: فنظر النبي صلى الله عليه وسلم إلى السماء، رفع رأسه إلى السماء، وكان كثيرا ما ينظر إلى السماء، وقال: النجوم أمنة السماء، فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعد، وأنا أمنة لأصحابي، فإذا ذهبت أتى أصحابي ما يوعدون، وأصحابي أمنة لأمتي، فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما يوعدون. دي الأمنة. عشان كذي أنا لما قريت الكتاب ده الحديث ده أنا سمعته من واحد من الإخوة أخونا أحمد توم جزاه الله خير، لكن لما مشيت قريته من صحيح مسلم لقيت الإمام مسلم بوب باب النبي أمانة للصحابة، أمان للصحابة، النبي أمان للصحابة، والصحابة أمان للأمة. دي الأمانة الأمة تتضعن فيهم. وقال: لا تسبوا أصحابي، في الحديث ده ذاته، في 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 في, في الكتاب ده ذاته في صحيح مسلم قال: لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد صحابي ولا نصيفه. مثل أحد. تاني قريت حديث: لا تسبوا أحدا من أصحابي. والله قريته تلقى في صحيح مسلم: لا تسبوا أحدا من أصحابي. تقول بيدعي الخلافة وقاتل عليها، دل قاتلوا للدنيا، وزول بيته ملك قاعد هذا في بيته ومعه أولاده، جد دين ترك بيته، ما باعه ومشى، تركه، مسكوا الكفار شالوه، بيت ملك ومشوا خلاه، خلى المال، أبوه بخالفه بمش بخليه، عمه بخالفه بمش بخليه، أولاده خالفهم بمش بخليهم، امش المدينة، وقبل يمشوا الحبشة ويمشوا المدينة ويقعدوا هناك ويعيشوا ويخدموا في الرسول عليه الصلاة والسلام ويبلغوا الدعوة وينشروا الدين ويجاهدوا. أبو هريرة يجوع إلى أن يسقط على الأرض، قال: فيأتي الصبيان فيقولون به صرع، والله ما به من صرع إلا الجوع آثرت العلم، بس عشان العلم ماذا أمشي أشتغل لقروش ذاته عشان أكل. وعمر بن الخطاب نصف المال طق، وأبو بكر الصديق المال كله،
وقاعد مع أولاده أبو بكر الصديق رسول عليه الصلاة والسلام يجيه في الظهيرة الهجرة، فيقول الصحبة يا رسول الله ألازمة ويمشي كم يوم ما معروف أرح، في رجعة ما معروف أرح. يا ناس، وعثمان رضي الله عنه يشتري البيت روما ويجهز الجيش وبشر بالجنة وماشين كذي رضي الله عنه ماشين. وعلي بن أبي طالب يحب الله ورسوله ويحب الله ورسوله في الحديث وماشي. وطلع ابن عبيد الله يدفع عن النبي صلى الله عليه وسلم بالسيف يوم أحد حتى قطع أصبعه وماشي إلى الله سبحانه وتعالى. وسعد بن أبي وقاص يترك المدينة والدنيا ويذهب ويقول لابني إن الله يحب، قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يحب العبد التقي الغني الخفي ويمشي. ديل دارين دنيا وكاتلوا للدنيا لكلام شنو يا ناس؟ وزول صحابة ماشيين وجايين باسم الدين ويقاتلوا، وبعدين بعد يقاتلوا يجوا والدم سائل. ثاني يقول لهم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يصلين العصر إلا في بني قريظة. ماشيين بيوت يستحموا ويرتاحوا طوالي يلفوا لا يتخلف منهم أحد، يمشوا طوالي يجيون يقول لهم الليلة معركة. هذه تتخيل قاعد المسجد تقاعد جيت الصلاة بعد الصلاة يقول لهم في معركة نمرك قتال. واحد ما بقول له يا رسول الله اللبن وأنا ما خليت لهم سكر وحاجات، كلهم يمشوا سيف. تعال السيلة أي زول تعال له إلا من رحم الله تعال له. قل الليلة في محاضرة ماشينا بزبد فهو مشوا بزبد بيبوكسي مكيف ولا عربية. بعد يومين نحن ذاته تعالينا، بعد يومين ثلاثة بس جبتوا كذي تعال للصبح قل له اسمع ماشيين القضارف قالوا في صوفي جبه غاد امشي مش سيف ومش بحصان بعربية مكيف. بعد بكرة تعال قل له اسمع الجنينة قالوا فيها تجانية في واحد التجانية لف هناك راح فوق. بعد يومين ثلاثة قل له الدمازين في بعض الأخوان المسلمين ملخبطين راح. كان ما قال لك الشغلة دي يا زول موضوع ده طويل ايه محاضرات بيقول لك شنو ويمشي يخدت له موية ومكيف الشغلة وكل وإكرام وضبح. ديل بيمشوا يقاتلوا ويحفروا حجار يربطوها من الجوع ده جزاؤهم. بس نحن نجازيهم أقول لهم يا صحابة جزاكم الله خير ما قصرتوا لكن النصيحة كنتوا تتكاتلوا في السلطة ده جزاؤهم ده جزاؤهم. يا محمد مصطفى عبد القادر عليك من الله ما تستحق يا جاهل. وهذه العبارات وهذه الكلمات سنأتي إن شاء الله تعالى ونبين الأدلة على ذلك أو نذكر أقوال العلماء كما ذكر النووي في كتابه الأذكار. أسأل الله بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى وأن يأخذ بنواصينا جميعا إلى البر والتقوى. إذا مد الله في الأجال نواصل في هذه المحاضرات. توجيه أسركم لا تستمعوا له ولا تجلسوا إليه فإن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ما حصل بينهم هذا. الرواية الثانية دي تتكلم قال الدنيا عديل وإن كان في إسنادها مقال لكن بذكرها لك لأنه صح معناها. أنا عندي بالكتب دي دليل على أنه أصحاب اقتدروا في السلطة صراحة وأدلة كثيرة بجي أكلم عنها بتحدى بها الراسحي وأي عاقل. هذا إما جاهل ولا يدري ولا درس العقيدة ولا عرف قدر الصحابة، وإما أنه عنده نوع من التشيع يتناول الصحابة أو بعضهم. على كل حال هذا أمر لا يجوز في حق الصحابة. خلي بالك الصحابة رضوان الله عليهم اختلفوا في السلطة واقتتلوا أيضا في السلطة. هذا داعية سوء وضلال وهوى، فيجب الحذر منه. نعم، إذا علمتم
زينة على كتفه وطبعه فبلغوه من السلام وأنه يجب عليه التوبة، وإن لجلج فاحذروه وحذروا منه. نعم، كذب في هذا. أهل السنة لم يؤثر، هذا الرجل أصغر وقعت، أهل السنة لم يؤثر، ولكنهم يذكرون أحيانا عرضا لا على سبيل التأصيل والتقعيد، نعم أبدا، بل هم على ما تقدم من النصوص. نعم، بعد سنوات قليلة الصحابة كتبوا بعض فوق الكرسي، بعد سنوات قليلة الصحابة كتبوا بعض فوق الكرسي على كرسي السلطة، ما عارفين يا اخوان، لأن طبعا الشباب دائما يتعلموا يناقشوا بين الشعبيين، والشعبيين يقولوا اختلفوا في السلطة وخافوا من الكلمة دي، والكلمة الكلمة ما فيها شيء. وبعدين في كاتوك أكثر من السلطة والثروة، في والشعبيين يقولوا اختلفوا في السلطة وخافوا من الكلمة دي، والكلمة الكلمة ما فيها شيء. وبعدين في كاتوك أكثر من السلطة والثروة، في وبعدين في كاتوك أكثر من السلطة والثروة، فيه؟